السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله هنكمل المحاضره اللي فاتت اللي هي بتاعه النيرفس سيستم فيسيولوجي. المره اللي فاتت احنا خدنا ايه؟ خدنا السي ان اس، تمام. اتكلمنا شويه عنه، ما خدناش كتير قوي فيه، يعني اتكلمنا عن البرين وخلصناه، واتكلمنا عن السباينال كورد، تمام. بس كان تركيزنا اكتر على البيزكس، يعني انا حاولت اديك بيزكس كويس عن النيرف، عن الكهرباء، عن الامبلس، عن النيورو ترانسميتر، الحاجات دي كلها. النهارده بقى ان شاء الله هنشرح ايه، ونشرح البي ان اس، البيريفرال نيرفس سيستم، تمام كده. فنتوكل على الله وناخد بالنا يا شباب، المحاضره طويله جدا ودسمه جدا، وممنوع منعا باتا ان انت تعدي حته انت مش فاهمها، تمام، يعني لانه كله مترتب على بعض، يعني المحاضره دي بالذات كله مترتب على بعض، تمام كده. واول ما تحس انك فصلت وقف، ما تكملش عشان هتتلخبط اكتر، وقف وبعدها خد بريك وارجع ايه، وارجع كمل تاني، تمام. فنتوكل على الله كده ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كده البي ان اس اللي هو ايه؟ البيريفرال نيرفس سيستم. طيب البيريفرال نيرفس سيستم ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن نيرفز، النيرفز دي خارجه من السي ان اس وراحه لبقيه الجسم، وشرحناها، قلنا النيرفز دول نوعين، نوع خارج من الكرينيال اللي هو خارج من المخ فبسميه كرينيال نيرف، ونوع تاني خارج من السباينال كورد بسميه ايه؟ سباينال نيرفز. فاحنا قسمنا البي ان اس لنوعين، اناتوميكال يعني تشريحيين، قسمناهم لايه؟ للكرينيال وسباين. طيب لو عايزه بقى اقسمهم فيسيولوجيكال، يعني من ناحيه الوظيفه، عايزه اقسم البي ان اس من ناحيه الوظيفه، اقسمه ازاي؟ ايه ده، هو البي ان اس ليه وظائف مختلفه؟ طبعا طبعا مختلفين عن بعض. تعالى كده نبتدي باول تقسيمه، يلا يلا خلينا كده الاول نفهم النيرفز دي كانت بتعمل ايه. معلش نفتكر كده، ها، كانت بتنقل اورجن، كانت بتنقل اوردر منين لفين؟ ممكن تنقل اوردرز من البرين وتوديها للجسم، او ممكن تنقل الاوردرز من الجسم وتوديها للبرين. يعني ايه؟ تعال اديك مثال. لو انت دلوقتي بتصب كوبايه شاي مثلا، او بتصب ميه مغليه، تمام، والميه المغليه دي وقعت على ايدك، او اتلسعت بنار، او اتشكيت بشوكه، واتيفر كان الاستيمولوس، ايه اللي بيحصل؟ مش انت بتشيل ايدك على طول؟ صح ولا مش صح؟ تعالى كده نفهم الميكانيزم ده حصل ازاي، هشرحه 3 مرات وكل مره هحط زياده. اول مره اللي بيحصل ان ايدك بيوصل لها اوردر، بتصنع اوردر. الاوردر ده بيروح من ايدك، من صوابع ايدك، المكان اللي حصل فيه الاستيمولس، الاوردر ده بيروح من ايدك ويروح للبرين، ويقول للبرين الحق، ده في نار هنا، ده في لسعه هنا، ده في استيمولس غريب هنا. فالبرين يروح يصنع اوردر جديد، الاوردر الجديد ده يروح لجسمك تاني ويقول له على طول شيل ايدك تاني. انت ايه اللي بيحصل لما تيجي تلمس نار ايدك تتلسع؟ ايه اللي بيحصل؟ بيكون في ريسبتورز. الريسبتورز دي موجوده عند ايدك. الريسبتورز دي بتعمل ايه؟ لما بتلمس النار، لما تلمس شوكه، لما تلمس اي ستيمولس، بتتحفز. لما تتحفز تصنع لي اوردر، الاوردر ده بيمشي من جسمك يروح للبرين. ليه بيروح للبرين؟ الاوردر ده فيه رساله، زي الحمام الزجل بالظبط، فيه رساله، الرساله دي رايحه للبرين تقول له الحق، في نار هنا، في مشكله هنا، الحق، قول للحمار ده يشيل ايده على طول عشان هيودينا في داهيه. يروح البرين يصنع اوردر تاني خالص، الاوردر ده يروح لجسمك مره كمان ويقول له شيل ايدك عشان هتودينا في داهيه. تالت، ايه اللي بيحصل؟ ايديك لما بتتلسع بيحصل ايه؟ في عندنا سنسوري ريسبتورز بتحس عند اللي جابوها دم، لما بتلمس نار، تلمس ميه سخنه، تلمس اي ستيمولس، بتتحفز الريسبتورز دي. لما الريسبتورز دي بتتحفز تطلع لي اوردر، الاوردر ده على شكل امبلس او كهرباء. الاوردر ده بيمشي عن طريق ايه؟ بيمشي في الهواء ولا بيمشي في نيرف؟ بيمشي في نيرف، بيروح من اللي فين؟ من جسمك ويروح للبرين، مش كده؟ النيرف ده اللي بيشيل الاوردر من جسمك ويوديه للبرين بسميه افرنت نيرف. افرنت نيرف يعني ايه افرنت نيرف؟ النيرف اللي بيشيل الاوردر من جسمك، من اطراف جسمك، او من جسمك عامه، من البريفرال نيرفس سيستم، او من البريفرال بتاع جسمك كله، ويروح يوديه للسي ان اس اللي هو يوديه للبرين، ماشي. بعد كده البرين هوب دبل كيك يصنع لك اوردر تاني،
الاوردر ده هينتقل من ايه لفين؟ من البرين ويرجع تاني للبريفرال او يرجع تاني لجسمك، صح؟ الاوردر ده هيمشي في الهواء؟ لا طبعا، هيمشي في نيرف. النيرف ده اللي بياخد الاوردر من السي ان اس ويرجع تاني ويدي لجسمك بسميه ايه؟ بسميه افرنت نيرف. افرنت يعني ايه؟ يعني بيعمل افلكس، وتتك عليها وانت بتقول عشان تفتكرها. افرنت افلكس، افلكس يعني ايه؟ بيخرج، بيعمل افلكس للاوردرز من السي ان اس للجسم بتاعك او البريفيرال. يعني بياخد الاوردرز يخرجها من السي ان اس يوديها لجسمك. تاني اخر مره بس هشرحها لك على شكل فيديو. بص كده الفيديو ده، ده واحد ايديه اهي لمست نار، لمست الشمعة، ايه اللي هيحصل؟ ايديه دي اللي هو الصباع ده عليها سنسوري ريسبتورز، ريسبتورز حساسة للستيمولس. الريسبتورز دي هتتحفز، هتصنع لي اوردر. الاوردر ده هيقول لي ايه؟ هيروح عن طريق الافرنت نيرف اللي هو الاصفر ده، يروح 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 للبرين. البرين هنا هيصنع لي اوردر تاني، يقول للايدين دي تعمل كونتراكشن، او يقول للايدين دي تشيل ايديها. الاوردر ده هيمشي في النيرف الازرق ده اللي هو الافرنت نيرف، هيمشي كده ويروح للسكيليتال ماسل عشان تعمل كونتراكشن في ايدك تتشال. بص كده اهو، ادي الامبلس ماشي ماشي، وصلت للبرين، شال ايده. تاني بص بص ماشي ايه للسكيليتال ماسل. تاني نعيدها تاني، تركز. الامبلس هتتحرك منين؟ هتتحرك من هنا وتمشي كده تروح للبرين في الافرنت نيرف. بعد كده البرين يصنع اوردر جديد يمشي في الافرنت نيرف. بص كده، يلا يلا يا اسطى. بص اهو 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 اهو، هوب كونتراكشن. خلاص كده يا شباب؟ طيب حلو قوي. طيب السنسوري ده بقى شكله عامل ازاي؟ السنسوري نيرف ده بقى شكله عامل ازاي؟ لو جينا بصينا على النيرف الطبيعي، النيرف العادي، احنا عارفين ان هو بيبقى فيه السيل بودي او السوما، احنا عارفين ان بودي يعني سوما، طالع منه دنترايتس. الدنترايتس دي معلش كان وظيفتها ايه؟ ها، كانت بتاخد الامبلس او تستقبل الامبلس عن طريق الريسبتورز اللي موجود عليها. الامبلس دي هتمشي جوه جوه وتمشي في الاكزون. الاكزون ده اللي كان الكوندكشن، اللي بيعمل كوندكشن وينقل الامبلس من السيل بودي يوديها لفين؟ الاكزون تيرمينال. وقلنا الاكزون تيرمينال دي كانت السكريتوري ريجن او المنطقه اللي هيحصل فيها افراز للايه؟ للامبلس على شكل نيورو ترانسميتر. ده النيرف الطبيعي جدا. ماشي، تعالى كده نبص بقى على السنسور. هلاقي السنسور شكله غريب جدا. ايه بقى؟ هلاقي السيل بودي اللي المفروض تبقى هنا زي ده بالظبط كده، هلاقيها موجوده في النص، في نص الاجزم. طب ليه بقى؟ ليه الشكل ده؟ تعالى نفهمه كدايجرام يبسط لنا الدنيا. بص، هو انا حاولت ارسمها بس هو طلع والله شبه العنكبوت بالظبط، بس يعني يا رب تفهمها معايا بقى، بس انا عشان جهله في الرسم يعني. المهم بص يا سيدي، الجزء ده السكين، السكين بتاعك تمام كده. انت دلوقتي اتلسعت، بيحصل ايه؟ دي السنسوري ريسبتورز اللي بتتحفز. السنسوري ريسبتورز دي هيجي لها ستيمولس، الستيمولس ده اللي هو الشمعه او النار او الشوكه وات ايفر كان ايه يعني. السنسوري ريسبتورز دي هتتحفز، هتطلع امبلس او هتعمل جينيريشن للامبلس. الامبلس دي مين اللي هيستقبلها؟ الدنترايتس. عشان كده المنطقه دي سميتها دنترايتس. ليه؟ ليه سميتها دنترايتس؟ لان المنطقه دي هي دي اللي هتستقبل الستيمولس او هتستقبل الاوردر. ماشي، بعد كده الامبلس هتمشي وهتلاقي السيل بودي في النص، وهتمشي بعد كده في الاكزون اللي هي منطقه الكوندكشن اللي هتنقل الاوردر من السيل بودي وتوديها بعد كده للاكزون تيرمينال اللي هتاخد الاوردر توديها لمين؟ للسي ان اس. ماشي، طيب ليه بقى السيل بودي هنا؟ يعني انا شايفه ان لحد دلوقتي الفانكشن هي هي نفس الموتور تقريبا، بياخد الاوردر ويمشيه، يعني مفيش اي اختلاف. ليه بقى خليت السيل بودي في النص ما خليتهاش عند الدنترايتس؟ لان انا لو خليت السيل بودي عند الدنترايتس هتبقى الحته دي بلك قوي، هيبقى الجلد بتاعك منفخ شويه، بلك تقيله، مش هقدر استقبل اكبر كميه من الاستيمولس، عشان كده خليتها في النص. تمام كده يا شباب؟ على عكس الموتور، الموتور موجود فوق عند الدنترايتس، لكن هنا لو كنت خليتها عند السكن الحته دي كانت هتبقى ايه؟ هتبقى بلك قوي. وده يا شباب السنسوري ايه؟ السنسوري نيرف اللي هو دايما افرنت، عمره ما هيبقى افرنت، دايما افرنت، دايما بياخد الاوردرز من الجسم ويوديها للبرين او للسي ان اس. هنقول برين بقى على طول. ماشي، هل في مثال كمان عن الافرنت نيرف؟ اه
الانتستاين. تعالى كده نفتكر حاجة كنا بندرسها في الجي اي تي عامة. هو انت لما بتاكل ازاي بيحصل الهضم؟ عندك الانتستاين دي عبارة عن سموث ماسلز، عضلات ملساء. العضلات الملساء دي بيكون عليها ريسبتورز، ماشي. الريسبتورز دي بتكون حساسة جدا للأكل، لما الأكل يجي يلمسها بتتحفز، بتصنع لي أوردر. الأوردر ده بيمشي في النيرف يروح للبرين يقول له بعد إذنك اعمل لي أوردر. الأوردر ده يخلي الانتستاين تكونتراكت، تنقبض، علشان اقدر اهضم الاكل اللي موجود. فيبتدي البرين فعلا يبتدي بتصنيع الاوردر ويتنقل عن طريق النيرف ويروح للانتستاين بالفعل ويخليها تبتدي كونتراكشن او يبتدي حركه البريستالس، ماشي. النيرف اللي خد الاوردر اللي اتصنع من الريسبتور وراح يوديه للبرين هسميه ايه؟ افرنت نيرف. ليه؟ لان هو خد الاوردر اللي صنعه البريفرال بادي، او صنعه بايه بقى؟ الفيسرال بادي. ايه الفيسرال بادي؟ الفيسرال بادي يعني الاحشاء بتاعه جسمك، الانتستاين، الكيدني، الليفر، الحاجات دي كلها. هياخد الاوردر اللي بعته الفيسرال بادي ويوديه للبرين، والبرين بعد كده يصنع لي اوردر تاني يمشيه عن طريق الافرنت نيرف اللي هيعمل افلكس للاوردر من البرين ويوديه للانتستاين عشان تعمل كونتراكشن. تمام يا شباب؟ ماشي. طيب ما لاحظتش حاجه كده غريبه؟ ايه هي؟ الافرنت نيرف هنا طلع لي اوردر من البرين عشان يعمل ايه؟ معلش، كونتراكشن، صح؟ لمين؟ للسموث ماسلز اللي موجوده في الجي اي تي او الانتستاين. سموث ماسلز، السموث ماسلز دي هي فولونتري ولا انفولونتري؟ هي انفولونتري، ما بقدرش اتحكم فيها، مش كده؟ ماشي. طب هنا الافرنت نيرف شال اوردر من البرين، عمل له ايه؟ فلكس، ووداه للجسم يعمل كونتراكشن. لمين؟ للسكيليتال ماسل. السكيليتال ماسل دي فولونتري ولا انفولونتري؟ فولونتري. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الافرنت نيرف ده هيشيل الاوردرز، ممكن يوديها لفولونتري اورجنز، لاورجنز فولونتري اقدر اتحكم فيها، وممكن يوديها تاني لان فولونتري اورجنز او اورجنز انا ما بقدرش اتحكم فيها. وهنا بقى هيبتدي عليها تقسيم الافرنت نيرف. الافرنت نيرف بقسمه لايه؟ بقسمه لتو تايبس اوف نيرف. نيرف هيروح يغذي الفولونتري اورجنز، ونيرف تاني هيروح يغذي الان فولونتري. ايه الان فولونتري اورجنز؟ طيب ماشي. وقلنا الافرنت نيرف ده بيعمل ايه؟ كونتراكشن، عشان كده بسميه موتور او حركي. تمام. طيب تعالى كده نبتدي باول نوع وتركز معايا ارجوك في كل كلمه هقولها في النيرف ده، لانه حرفيا هيبين عليها المحاضره كلها. تمام. طيب تعالى بقى نبتدي باول نوع من الافرنت نيرف اللي هو مين؟ اللي هو رايح للفولونتري اورجنز. انت عندك الفولونتري اورجنز دي مين اللي في جسمك؟ يعني ايه اللي في جسمك فولونتري اورجنز؟ حاجه واحده بس. ايه هي؟ السكيليتال ماسل. السكيليتال ماسل دي الحاجه الوحيده اللي فولونتري في جسمك كله. تمام كده يا شباب؟ ماشي. طيب النيرف ده بقى اسميه ايه؟ النيرف اللي هو بيغذي السكيليتال ماسل ده اسميه ايه؟ هسميها على اسمها، على اسم السكيليتال ماسل. بس احنا مش بنسمي بالانجلش، احنا بنسمي باللاتن. فتعال نترجم السكيليتال ماسل باللاتن وبعد كده نسمي على اسمها النيرف. ماشي. طيب السكيليتال ماسل دي يعني ايه؟ سكيليتال ماسل، ماسل ماسكه في سكيليتون. سكيليتون اللي هو الجهاز الهيكلي بتاعك، صح؟ يعني الماسل دي قويه ولا ضعيفه؟ قويه جدا، وبتغطي جسمك كله، لان السكيليتون ده بيغطي جسمك كله، مش كده؟ فممكن اسميها الماسل اوف بادي. يعني ايه الماسل اوف بادي؟ يعني الماسل اللي بتغطي البادي بتاعك كله، لان هي اللي بتغطي السكيليتون والسكيليتون بيغطي جسمك كله. ماشي. تعالى بقى نترجم الكلام ده. بادي يعني سومه باللاتن، بادي يعني سومه، ماسل يعني ماتك، ماسل يعني ماتك. فالسكيليتال ماسل ترجمتها باللاتيني سوماتك. سوماتك يعني ايه؟ يعني الماسل اوف بادي، الماسل اللي بتغطي البادي. طب انا ليه سميتها الماسل اللي بتغطي البادي؟ لان هي اللي بتغطي السكيلتون، والسكيلتون في الجسم كله. ماشي. طب النيرف عادي هسميها على اسمها، سوماتك نيرف،
يبقى ايه هو السوماتيك نيرف؟ السوماتيك نيرف ده النيرف اللي بيغذي السكيليتال ماسل، ده اللي بيغذي السوماتيك بتاعتي. حلو قوي الكلام ده، ماشي. طيب النيرف ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي حاجه واحده بس، ايه هي؟ كونتراكشن او ريلاكسيشن. بيعمل حاجه تاني؟ ما بيعملش حاجه تاني، مش كده؟ يا كونتراكشن يا ريلاكسيشن، يعني بيعمل اوردر واحد بس اللي هو اوردر الكونتراكشن، ولو حابة اعمل ريلاكسيشن بوقف الاوردر، بمنع الاوردر بتاع الكونتراكشن. لكن هل انا مثلا بسرع؟ لا. هل انا ببطأ؟ لا، يعني ما بديش اوردر ثانيه، هو اوردر واحد بس اللي هو اوردر الكونتراكشن، ماشي. طيب يبقى احنا كده عرفنا اول معلومه عن السوماتيك ان هو ايه؟ وان اوردر اللي هو الكونتراكشن والريلاكسيشن، ماشي. طيب هو الكونتراكشن ده سريع ولا بطيء؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده سريع جدا سريع جدا. انت فاكر المثال بتاع النار اللي انت ماسكها؟ هو انت بتعمل كونتراكشن بسرعه ولا ببطء؟ يا لهوي، ده انت بتعملها في ثانيه. فانا عايزه الكونتراكشن ده يبقى طلقه مش سريع. طيب اخليه طلقه ازاي؟ بخليه طلقه على حسب ثلاث حاجات، بشتغل على ثلاث حاجات. بشتغل على النيرف نفسه، ادي اول حاجه، وبشتغل على النيورو ترانسميتر، وبشتغل على الريسبتور. طيب تعالى نبتدي بالنيرف نفسه. ازاي اخلي النيرف بتاعي سريع؟ انا عايزه دلوقتي السوماتيك نيرف ده يبقى سريع جدا عشان يعمل لي كونتراكشن بسرعه جدا. اخليه سريع ازاي؟ رقم واحد، ممنوع منعا باتا يبقى في اي مطب في النص. يعني ايه؟ تخيل انت عندك طريق سريع، ينفع الطريق السريع ده تعمل فيه مطب؟ ينفع ده منطق؟ اكيد لا، ما ينفعش. يبقى هل في مطبات في النص؟ لا. هل في قطع في النص؟ يعني هل مثلا في هنا كده حاجه تقطع النيرفين عن بعض يبقى نيرفين؟ لا، ما ينفعش طبعا. ده هو لازم يبقى وان ايفرنت سيستم. يعني ايه وان ايفرنت سيستم؟ يعني سيستم واحد بس، نيرف واحد بس هو اللي خارج، لا في قطع ولا في مطبات ولا في اي حاجه في النص. النيرف ده هيخرج من السي ان اس، شايل الاوردر من البرين على السكيليتال ماسل في نفس واحد بسرعه واحده، لا هيعدي على مطبات ولا هيعدي على محطات ولا هيبقى في قطع في النص ولا اي حاجه. ليه؟ عشان انا عايزاه يبقى سريع جدا، ماشي. طيب ايه كمان؟ احنا عارفين من المحاضره اللي فاتت ان الكهرباء ما بتمشيش في الفراغ، واحنا عارفين ان الاكزون تيرمينال مش متصله بالاورجن الافكتور اورجن اللي هتشتغل عليه، يعني السوماتيك نيرف مش هيبقى متصل بالسكيليتال ماسل، هيبقى في فراغ ما بينهم، وعلشان كده الكهرباء دي بنقلها بشكل كيميكال اللي هو على شكل نيورو ترانسميتر، ماشي. اي نيورو ترانسميتر على الكوكب كله لازم 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 يشتغل على ريسبتور. ريسبتور ايه الريسبتور ده؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ تعال نشوف. الريسبتور ده هو عبارة عن جسم، الجسم ده جسم بروتين معمول من البروتين، ماشي. ماله الجسم ده؟ ايه اللي بيميز الجسم ده؟ حاجتين اتنين. اول حاجة، في فتحة او في مكان مخصص لاتاتشمنت، مخصص لبايندينج. يعني ايه؟ يعني المكان ده مخصص لمركب ما، المركب ده هيمسك فيه، هيركب على الريسبتور، هيعمل بايندنج بالريسبتور، ماشي. والحاجة التانية، لازم 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 يحصل اكشن بعدها، لازم يحصل اكشن. لو ما حصلش اكشن ما يبقاش ريسبتور. يبقى تاني، الريسبتور ده عبارة عن حاجة عادية جدا، جسم بروتيني. الجسم البروتيني ده ليه مكان مخصص، مكان سبيسيفيك، very very specific لكل كومباوند. كل كومباوند وليه الريسبتور بتاعه، زي كل مفتاح شقه وليه القفل بتاعه. مفيش مفتاح يفتح قفلين، نفس الفكره. مفيش ماده هتركب على كذا ريسبتور، ونفس الفكره مفيش ريسبتور هيستقبل كذا ماده. ساعات بتحصل حاجات يعني سبيشالي او حاجات كده اكسبشنز وهتتذكر بعدين، لكن 99% من الريسبتورز بتستقبل ماده واحده بس. حلو. والحاجه الثانيه، لازم لازم يحصل اكشن. طب يعني ايه لازم يحصل اكشن؟ يعني مثلا يحصل اكتيفيشن، يحصل انهيبيشن، مش هتفرق معايا، المهم ان يحصل اكشن. طيب البلازما بروتين اللي بتمشي في الجسم، ايه البلازما بروتين دي؟ البلازما بروتين دي هي عربيات النقل اللي بتمشي في البلاط. البلاط بتاعي كله عباره عن بلازما، والبلازما دي ميه. طيب لو انا في حاجه في جسمي دهنيه، دهون،
الدهون اللي بتمشي في جسمي دي بتمشي ازاي؟ بتمشي عن طريق عربيات نقل، في عربيات نقل بتنقلها وتمشي بيها في الدم. العربيات النقل دي هي دي البلازما بروتين، ماشي. البلازما بروتين دي بتعمل ايه معلش؟ بتاخد الدهون بتشيلها، بتخلي الدهون تركب عليها، تمام، وتروح توصلها للسل، ماشي. يبقى هي حققت اول شرط في الريسبتور، ان حصل بايندينج بين البلازما بروتين وبين الليبيد، ماشي. بعد كده وصلتها للسل، هل حصل اكشن؟ لا، ما حصلش اكشن. يبقى البلازما بروتين تعتبر ريسبتور؟ لا. يبقى الريسبتور ايه اهم حاجه فيه؟ حاجتين، بايندينج، والحاجه الثانيه لازم يعمل اكشن. واتيفر كان الاكشن مش هتفرق معايا، تمام كده يا شباب، ماشي. احنا بقى في السوماتيك نيرف عايزين راح فين؟ عايزين النيورو ترانسميتر بتاعي والريسبتور بتاعي يكونوا ايه؟ سرعة جدا، مش كده؟ انا قلت لك عايز الاوردر يمشي بسرعه، فانا هختار نيورو ترانسميتر سريع جدا وهختار ريسبتور سريع جدا، ماشي. تعالى بقى نكتشفه سوا مع بعض. جيت انا والعلماء، بما ان يعني انسان بيفهم، دخلنا المعمل وعملنا ايزوليشن للسكيليتال ماسل من ارنب، ورحنا بدانا نشتغل عليها وبنحاول نكتشف الريسبتور اللي موجود على السكيليتال ماسل دي. بدانا نحط لايجند. ايه اللايجند ده؟ اللايجند ده هو الماده اللي بتمسك في الريسبتور، يعني اي ماده تمسك في الريسبتور بسميها لايجند، تمام كده. بدانا نجرب لايجند، جربت احط باريوم واشوف يحصل كونتراكشن ولا لا. احط باريوم مفيش، احط سلفيت مفيش، احط كربون مثلا مفيش برضو، مش عارفين. قاعدين 5 ساعات نجرب يا اخويا نحط مواد لايجند لايجند لايجند، مفيش حاجه راضيه تعمل كونتراكشن، مش عارفين مين النيورو ترانسميتر لحد دلوقتي. بصراحه بقى اتعصبنا ورحنا مطلعين سجاير، وكل واحد فينا بدا يشرب سجاره. لاحظنا ايه بقى؟ الدخان اللي بيطلع من السجاير ده هو ده اللي عمل كونتراكشن للسكيليتال ماسل. ايه ده؟ ايه ده بقى؟ لا استنى بقى ثانيه واحده، ازاي الدخان بتاع السجاير عمل كونتراكشن للسكيليتال ماسل؟ لما جيت اشوف واحلل لقيت ان الدخان اللي موجود في السجاير فيه ماده اسمها النيكوتين. النيكوتين دي بتحفز الريسبتور اللي موجود على السكيليتال ماسل، بتشتغل كاجونست للسكيليتال ماسل. يعني ايه اجونست؟ يعني بتحفز الريسبتور بتاع السكيليتال ماسل. فاعتقدنا كعلماء ان النيكوتين ده هو النيورو ترانسميتر، افتكرنا كده. ما انت لقيت الماده، اكتشفت الماده اللي بتعمل اكتيفيشن للريسبتور، فخلاص افتكرنا ان هو ده النيورو ترانسميتر، فسميناها على اسمها نيكوتينيك ريسبتور. يبقى ايه هو النيكوتينيك ريسبتور؟ ده الريسبتور اللي موجود على السكيليتال ماسل، الريسبتور ده حسس للنيكوتين، وافتكرنا اعتقدنا ان هو ده النيورو ترانسميتر. طب ده هل ده فعلا هو نيورو ترانسميتر؟ ما نعرفش لسه، ما اكتشفناش لحد دلوقتي. احنا بس عرفنا ان هو اجونست. طب هل هو ده اللي بيخرج من النيرف فعلا؟ ده اللي بيطلع من النيرف تيرمينال؟ ما نعرفش. طيب جينا بقى قعدنا ايام وايام وشهور، المهم اكتشفنا في الاخر ان النيورو ترانسميتر بتاعنا مش النيكوتين، اسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده هو ده النيورو ترانسميتر بتاعي، هو ده النيورو ترانسميتر اللي بيخرج من النيرف تيرمينال بتاعه السوماتيك نيرف وتروح تشتغل على السوماتيك ماسل او على السكيليتال ماسل عن طريق ريسبتورز. الريسبتورز دي سميتها ايه؟ سميها على اسمها كولينرجيك ريسبتورز. يبقى تاني عشان ما نتلخبطش، اي حاجه ليها علاقه بالاسيتايل كولين بسميها على اسمها. يعني ايه؟ يعني السوماتيك نيرف اسميه كولينرجيك نيرف، صح. الفايبرز اللي بتمشي فيها او الاكزونز اللي بتمشي فيها اسميها كولينرجيك فايبرز، وبالتالي الريسبتورز اللي بتشتغل عليها هسميها كولينرجيك ريسبتورز. طيب التايب بتاعها ايه؟ نيكوتينيك ريسبتور. ليه نيكوتينيك ريسبتورز؟ لان الريسبتورز الكولينرجيك دي اللي موجوده على السكيليتال ماسل حساسه للنيكوتين، بيحصل لها اكتيفيشن من النيكوتين. اوكي يا شباب، ماشي. طيب النيكوتين ده ايه اللي بيميزه؟ يعني قال لك النيكوتين ده بيشتغل بالايونات. يعني ايه؟ مش احنا اتفقنا ان الريسبتور عشان يتقال عليه ريسبتور لازم يحصل بايندنج بليجند وبعد كده يحصل اكتيفيشن او اكشن، صح؟ صح. مين الليجند بتاعي؟ اسيتايل كولين، صح، والنيكوتين، صح. الاكشن بقى اللي هيحصل،
اكتشفت ان الاكشن ده اللي هو الكونتراكشن بتاع الريسبتور ده very 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 rapid، سريع جدا، اسرع ريسبتور في جسمك كله. تمام؟ ليه بيشتغل بالايونات؟ فسميته ايون تشانل. يبقى نعيد تاني وتالت ورابع، السكيليتال ماسل دي فولانتري ولا ان فولانتري؟ فولانتري. اسمها ايه باللاتيني؟ سوماتيك. هسمي النيرف على اسمها، سوماتيك نيرف. السوماتيك نيرف ده سريع ولا بطيء؟ لازم يبقى سريع جدا، ده بتعمل كونتراكشن. تمام؟ طيب طالما هو سريع يبقى في مطبات؟ لا. في محطات؟ لا. في قطع في النص؟ لا. يبقى هو وان افرنت سيستم. ماشي. طيب النيورو ترانسميتر بتاعه ايه؟ اسيتايل كولين. وعندي نيورو ترانسميتر واحد بس اهو، هتلاقيني معلمه لك السكيليتال ماسل برقم واحد، وان اوردر، وان افرنت سيستم. عندي وان نيورو ترانسميتر. طب انا ليه عندي وان نيورو ترانسميتر؟ عشان انا عندي وان اوردر بس، انا بعمل كونتراكشن بس، ما بعملش حاجه تاني. بعمل كونتراكشن فهطلع اسيتايل كولين، هعمل ريلاكسيشن همنع الاسيتايل كولين، لكن انا ما بعملش اوردرز ثانيه، وهتفهم الكلام ده لما اجي اخش على الاوتونوميك. تمام؟ فانا عندي وان نيورو ترانسميتر اللي هو الاسيتايل كولين، وعندي وان ريسبتور، وان تايب اوف ريسبتور اللي هو مين؟ كولينرجيك ريسبتور. الكولينرجيك ريسبتور ده نوعه ايه؟ نوعه النيكوتينيك ريسبتور. ليه؟ لان انا لقيت ان الريسبتور ده بيتحفز بالنيكوتين. تمام كده؟ بص كده عشان تفهم حته المطبات دي. بص السوماتيك نيرف ماشي مره واحده، نيرف واحد من السي ان اس، خارج من السي ان اس رايح على الاورجن بتاعته، على السكيلتال ماسل مره واحده. لكن بص هنا، هنا خارج وهوب في مطب في النص وراح متقسم. لا 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 لا، الهبل ده ما ينفعش، ما ينفعش مع السوماتيك. السوماتيك ده لازم يبقى سريع جدا. ماشي كده يا شباب؟ طيب تعالى بقى نخش على الانفولونتري اورجنز. الانفولونتري اورجنز دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى سموث ماسلز، صح. ممكن تبقى كارديو ماسل، صح. وممكن تبقى جلانس. يبقى سموث ماسلز او كارديو ماسل. هو ايه الفرق بين السموث والكارديو؟ الاثنين انفولونتري، الاثنين ما بقدرش اتحكم فيهم، ولكن الكارديو اقوى شويه من السموث لان هو فيه سترايشنز. تمام كده؟ ولكن الاثنين اضعف من السكيلتال ماسل. السكيلتال ماسل اقوى حاجه. تمام كده؟ طيب تعالى بقى نشوف النيرفز بتاعه الانفولونتري اورجانز. يلا بينا، يلا بينا. طيب يا شباب يلا، الانفولونتري اورجنز، تعالى كده ناخد مثال الكارديو ماسل ونشتغل عليه. تعالى نشتغل على الكارديو، يلا بينا. رقم واحد الكارديو سرعته قد ايه؟ من 80 ل 120 نبضه، مش كده تقريبا؟ حاجه زي كده. لو انت رحت الجيم ايه اللي بيحصل للهارت بتاعك؟ السرعه بتوصل لتقريبا 220، بتزيد جدا، صح؟ طيب لو انت بقى داخل تنام السرعه تقريبا بتبقى 40، مش كده؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان الهارت بتاعك ليه ريت، ليه تو اوردرز، اوردر يسرع واوردر تاني يبطئ. تاني، انت في السكيليتال ماسل كان عندك اوردر واحد بس، كونتراكشن، وكنت بطلع اسيتايل كولين يعملهولي، ولو عايز اعمل ريلاكسيشن كنت بمنع الاسيتايل كولين. لكن هنا مفيش الكلام ده، انت بتسرع وبتبطئ. فانت عايز نيرف يسرع وعايز نيرف تاني يبطئ، فانت عندك تو نيرفز. السوماتيك كان الرقم بتاعه واحد، وان اوردر كونتراكشن، وان افرنت سيستم كان سيستم واحد، وان نيورو ترانسميتر كان الاسيتايل كولين، وان ريسبتور كان الكولينرجيك تايب نيكوتينيك. طب هنا بقى الرقم الساعة 2، عندك تو نيرفز. ليه؟ اشمعنى يعني؟ نيرف يسرع والنيرف التاني يبطأ. ماشي. طيب النيرف اللي بيسرع ده بقى هسميه ايه؟ كالعادة هنسميها على اسم الوظيفة بتاعته. ماشي. طب النيرف اللي بيسرع ده هو القلب بيسرع امتى؟ يا ولا يا ولا، فايت وفلايت. فايت اوف فلايت دي يا اسطى تقولها قدام الدكاتره في امتحان الشفوي، لكن بيننا كده وبين بعضينا، القلب بيدق امتى؟ مش هو بيدق وقت لما بتشوف الكراش، صح؟ وقت المشاعر واللفلفه، وبيكون في موده وحب وتعاطف والحاجات الجميله دي، صح؟
التعاطف والمشاعر والحاجات دي اسمها ايه بالانجلش؟ اسمها sympathy، صح؟ طيب طالما النيرف ده بيزود السمبثي عندك، او النيرف ده بيعمل لي تاكي كارديا نتيجة السمبثي اللي عندك، هسميها على اسمه النيرف اوف سمبثي. النيرف اوف سمبثي، سمبثيتك نيرف. يبقى ايه هو السمبثيتك نيرف؟ السمبثيتك نيرف ده النيرف اللي بيشتغل امتى؟ بيشتغل وقت السمبثي، وقت بقى التعاطف واللفلفة والهشك بشك وقلة الادب والسفالة دي. ماشي؟ ماشي. طيب النيرف ده مكانه فين في الجسم؟ لو جينا نشوفه هنلاقيه طالع من السباينال كورد، من منطقة اسمها ثوراكو لامبر، يعني طالع من الثوراسك اللي في الفرتبرا كولوم عندك، ومن اللامبر، مش كلهم، مش طالع منهم كلهم، تمام كده؟ طيب النيرف بقى اللي بيبطأ طالع فين؟ طالع من الكرينيو، من الكرينيال نيرفز، طالع من الكرينيو ساكرال، كرينيو وسكر. طب انت مش ملاحظ حاجة؟ ان النيرفز بتاعت البارة بتوازي النيرفز بتاعت السمبثاتك، مش كده؟ صح؟ النيرف اللي بيبطأ اللي انا معرفش اسمه لحد دلوقتي بيوازي النيرفز بتاعت السمبثاتك. طب اسميه ايه؟ هسميه على اسمها النيرفز ذات بارالل تو سمبثاتك، بارالل سمبثاتك. بس دي كلمة ثقيلة قوي، ما تختصرها، خلاص هنسميها بارا سمبثاتك. يبقى السمبثاتك اتسمى سمبثاتك ليه؟ علشان بيشتغل وقت السمبثي. طب والبار اتسمى بارا ليه؟ علشان النيرفز بتاعته بارلل للسمبثاتك. ماشي. طيب في حاجه مهمه جدا عايزين نعرفها، الكارديو ماسل دي قويه ولا ضعيفه؟ لا ضعيفه. يعني هل هي اقوى من السكيليتال ماسل ولا لا؟ لا طبعا، دي اضعف كتير. ليه اضعف؟ رقم واحد، هي مش ماسكه في سكيلتون فهي ضعيفه. انا قلت لك السكيلتون ماسل مالها؟ ماسكه في سكيلتون، مش كده؟ فقلت لك قويه جدا وتستحمل، تستحمل السرعه بتاعه النيرف. النيرف بتاع السوماتيك بينقل الاوردرز بسرعه 120 متر في الثانيه. متخيل الرقم 120 متر في الثانيه؟ ليه؟ علشان انا عايزاه يبقى سريع وعندي ماسل قويه، ماسل تستحمل. لكن هنا في الكارديو، الكارديو بتاعي مش ماسك في اي سكيلتون، فهل هو قوي؟ لا مش قوي، ده ضعيف او اضعف من السكيلتون. ماشي. طب هل ينفع بالله عليك اوصله بنيرف يمشي بسرعه 120 متر في الثانيه؟ ده القلب يتحرق، القلب ما يستحملش السرعه دي، ما ينفعش، ما يستحملهاش. مش بس القلب، السموث ماسلز عامه والجلانز، ده خد بالك السموث ماسلز والجلانز اضعف من الكارديو كمان، فانت ما ينفعش خالص تمشي بالسرعه دي، فمحتاجين نهدي السرعه شويه. ما ينفعش السرعه دي. ماشي. طب هنهدي السرعه ازاي؟ كالعاده قلنا بنهدي السرعه بثلاث حاجات، بالنيرف نفسه، بلعب في النيرف نفسه، والعب بالريسبتور، والعب بالنيورو ترانسميتر. طيب دلوقتي بقى تعالى ندخل المطبخ وعايزين نصنع سمبثاتيك نيرف. مش هنشرحه، انا مش هشرح، احنا هنخش نصنعه عملي. يلا بينا، يلا بينا. دلوقتي احنا مش بنشرح محاضره، انت معاك دلوقتي برنامج الشيف الشربيني، تمام؟ الشيف فليفل، اوكي، هو ده اللي هيصنع معاك السمبثاتيك نيرف. يلا بينا، يلا بينا نصنع السمبثاتيك نيرف. رقم واحد، السمبثاتيك نيرف انا عايزاه يبقى سريع ولا بطيء؟ مش عايزاه يبقى بطيء، بس في نفس الوقت مش عايزاه يبقى سريع جدا. يعني ايه؟ يعني محتاجه اعمل مطب، لازم اعمل مطب. ليه؟ النيرف ده لو مشي زي السوماتيك بسرعه 120 متر، الاوردر الاورجان بتاعي يتحرق، ما يستحملش. عارف الناس اللي بتموت من الصدمه او تموت من الخوف؟ الناس اللي بتموت من الخوف او بتموت من الصدمه، او يقول لك ده قلبه وقف من الخوف، هو القلب وقف من الخوف ليه؟ بيتفرز كميه نيورو ترانسميتر بسرعه جدا، القلب ما بيستحملش، بيقف ويموت. علشان كده انا لازم اعمل مطب. بعمل مطب ليه؟ بعمل مطب عشان اهدي السرعه شويه. ماشي، ادي اول مشكله حليناها، ان انا اشتغلت على النيرف وعملت المطب، فالسرعه بتاعتي ايه؟ هديت شويه، ما بقتش 120 خالص، لا 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 لا، بقت اهدى بكتير. ماشي. في عندنا مشكله تاني، يا ساتر يا رب، في ايه؟ السمبثاتيك نيرف لو جينا نبص على شكله هنلاقي النيرفز بتاعته كتيره، ماشي، اكتر من البارة وكتيره، ماشي، بس
السمباثيتك بيوصل لأورجنز كتيرة جدا. النيرفز اللي عندي ما تكفيش الأورجنز دي كلها، محتاجة نيرفز تاني. طب أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أنا النيرفز اللي عندي 15 نيرف تقريبا ما يكفوش الأورجنز اللي عندي، أعمل إيه؟ هعمل محطة. المحطة دي هتعمل ديستريبيوشن للنيرف. يعني إيه؟ المحطة دي هحطها مكان المطب هنا كده، النيرف اللي هيخش هطلعه 9 نيرفز مثلا، هزود عدد النيرفز من خلالها. يبقى المحطة دي وظيفتها ايه؟ حاجتين. اول حاجة هتبطئ لي السرعة، لان هي فكان اصلها مطب، فهي هتبطئ لي السرعة شوية بتاعت السمباثاتك. اتنين، هتزود لي العدد بتاع مين؟ هتزود لي العدد بتاع السمباثاتك. ماشي. المحطة دي بسميها جانجليا. بسميها ايه؟ بسميها جانجليا. الجانجليا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن محطة كهرباء. محطة الكهرباء دي بتعمل لي 3 حاجات. اول حاجة بتهديل السرعة شوية بتاعت النيرف. اتنين، بتزود لي عدد النيرفز اللي خارج. تلاتة، بتتحكم في الفولت بتاع النيرف. يعني ايه؟ عارف انت مثلا لما تيجي تجيب جهاز، الجهاز بتاعك بيشتغل ب 120 فولت وتيجي تركبه في البيت بتاعك، احنا بيوتنا كلها في مصر شغاله ب 220 فولت. لما تيجي تجيب جهاز، الجهاز ده بيشتغل ب 120، ايه اللي هيحصل؟ هيتفرقع ليه؟ انت دخلت له كميه فولت كبيره جدا اكتر من الكميه اللي بيشتغل عليها. هو بيشتغل ب 120 فولت، انت شغلته ب 220، يتحرق. طب بعمل ايه؟ بحط له محول. المحول ده بيهدي لي الفولت شويه، صح؟ صح. كنا بنسميها خافض تقريبا في ثانويه عامه، تمام؟ بيخلي الجهاز ده ياخد ال 120 فولت بس. ماشي. ساعات بقى العكس في امريكا، امريكا البيوت كلها شغاله ب 120. لما اجي بقى انا عايزه مثلا جايبه مروحه معايا من مصر وعايزه اشغلها في امريكا، هركب محول تاني. المحول ده بقى يعمل ايه؟ يزود الفولت شويه. انا الجهاز بتاعي بيشتغل على 220 والبيوت عندي في امريكا على 120، لا هزود الفولت شويه. هي دي الجانجليا. الجانجليا هي دي المحول بتاعي. بتشوف الفولت وتشوف الاورجن اللي راح، والله الاورجن عايز فولت كبير اديله، عايز فولت قليل اعطيله براحتي. يبقى لحد دلوقتي الجانجليا بتعمل ايه؟ 3 حاجات: بتهدي السرعه، ديستريبيوتنج سنتر او بتعمل ديستريبيوشن للنيرف، وثالث حاجه بتعمل كنترول للفولت بتاعي. ماشي. طيب ما تيجي كده نبص عليها شويه. النيرف بقى اللي داخل هل هيبقى زي النيرف اللي خارج؟ لا طبعا. ليه؟ النيرف اللي داخل كان نوعا ما سريع، كانت سرعته 10 متر. يعني خد بالك النيرف ده ابطأ من السوماتيك. السوماتيك كان 120، ده 10، خرج سرعته متر في الثانية. يبقى هل هما زي بعض؟ لا مش زي بعض. طيب دخل نيرف وخرج بتاع 9، يبقى هل هما زي بعض؟ اكيد لا. علشان كده النيرف اللي قبل الجانجليا هسميه بري جانجليوليك نيرف، والنيرف اللي بعد الجانجليا هسميه بوست جانجليوليك نيرف. مين فيهم اسرع؟ البري طبعا. مين فيهم ابطا؟ البوست. البوست ابطا من ايه؟ من البري جانجليوليك. تمام يا شباب. يبقى انا عندي كام نيرف؟ عندي 2 ايفرنت نيرفز. على عكس السوماتيك، السوماتيك كان نيرف واحد خارج من السي ان اس رايح للسكيليتال مصر. لا عندي قطع، ولا عندي مطب، ولا عندي محطه، ولا عندي بتنجان. لكن هنا انا عندي محطه، عندي مطب، فدخل لي نيرف، خرج لي نيرف تاني. فعندي كام نيرف؟ 2 تايبس اوف نيرف، بري جانجليوليك وبوست جانجليوليك. بسميها 2 ايفرنت سيستم. ليه 2 ايفرنت؟ عشان انا عايزه اهدي السرعه، عشان الاورجنز اللي بشتغل عليها ضعيفه. ماشي. طيب تعالى كده نبص، هتلاحظ ايه؟ البري جانجليوليك نيرف لما دخل الجانجليا، تمام، هي الجانجليا دي معلش كانت عباره عن ايه؟ عباره عن نيورونز جوه، اعصاب جوه. الاعصاب دي بتعمل بوتنشيت للفولت. زي ما قلت لك، مش انا قلت لك المشترك الجانجليا ده عامله زي المشترك او عامله زي المحول؟ مين المحول ده؟ نيورونز. نيورونز بتبقى موجوده جوه بتتحكم لي في الفولت، والله يبقى الفولت قليل ازوده، الفولت كبير اقلله، وهكذا. طيب عشان النيرف ده
يعمل سايناب مع النيرف بتاع او النيورون بتاع الجانجليا. لاحظت ان في فراغ. طيب هل الاوردر او الامبلس او الكهرباء هتمشي؟ مش هتمشي. يبقى انا هنا محتاجة ايه؟ محتاجة نيورو ترانسميتر وريسبتور في الجانجليا نفسها. محتاجة نيورو ترانسميتر وريسبتور، ماشي. طيب في البوست نفس الفكرة، لقيت في فراغ بين البوست جانجليونيك نيرف وبين التارجت تيشو او الاورجن اللي هشتغل عليه. يبقى انا برضو محتاجة نيورو ترانسميتر ومحتاجة ريسبتور. يبقى السمباثيتك نيرف وانا بصنعه اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان هو تو ايفرنت سيستم. لازم يبقى تو ايفرنت سيستم، سيستم قبل الجانجليا او نيرف قبل الجانجليا بسميه بري جانجليونيك نيرف، ونيرف بعد الجانجليا بسميه بوست جانجليونيك نيرف. والحاجة التانية اللي اكتشفتها، اكتشفت ان لازم يبقى عندي تو نيورو ترانسميتر، نيورو ترانسميتر للبري جانجليونيك نيرف ونيورو ترانسميتر للبوست جانجليونيك نيرف. واي نيورو ترانسميتر محتاج ايه؟ محتاج ريسبتور. فانا عايزه ريسبتور للبري جانجليونيك نيرف وعايزه ريسبتور لايه؟ للبوست جانجليونيك نيرف. تمام يا شباب؟ طيب تعالى بقى نقسم السمباثيتك نيرف كده لنصين. نمسك البري جانجليونيك، الجزء اللي هو اول نيرف ده، وبعد كده نمسك البوست جانجليونيك. احنا دلوقتي بنطبخ السمباثيتك، عايزين حاجتين. احنا خلصنا شرحنا النيرف وفهمنا الدنيا كلها، عايزين بس النيورو ترانسميتر والريسبتور. فاحنا دلوقتي هنجيب نيورو ترانسميتر والريسبتور، فنفكر شويه مع بعض كده ايه احسن نيورو ترانسميتر والريسبتور هنا وايه احسن نيورو ترانسميتر والريسبتور هنا. تمام كده؟ نقسم بقى السمباثيتك نيرف، ناخد الجزء البري جانجليونيك نشتغل عليه الاول، وبعد كده ناخد البوست جانجليونيك نشتغل عليه. يلا بينا، يلا نبتدي. بسم الله. اول حاجه الجزء اللي هو البري جانجليونيك، اهو ده اللي قدامك. ادي عندك النيرف، النيرف ده هيطلع لي نيورو ترانسميتر معرفش ايه هو لسه، هيشتغل على ريسبتور برضو الريسبتور معرفش ايه هو لسه. طيب فكر معايا كده، ايه النيورو ترانسميتر الممتاز او احسن نيورو ترانسميتر اقدر استخدمه هنا، وايه احسن ريسبتور اقدر استخدمه هنا؟ والله هو انا دي مش بحددها بمزاجي، انا بحددها على حسب الفانكشن اللي بيقوم بيها النيرف. يعني ايه؟ يعني ارجع نشوف النيرف ده بيعمل ايه. النيرف ده اللي هو البري جانجليونيك بيعمل تقريبا نفس الحاجه اللي بيعملها السوماتيك نيرف. ازاي؟ الاثنين بينقلوا اوردرز، مش كده؟ الاثنين بينقلوا اوردر من السي ان اس ويودوها للتارجت اورجن، للتارجت تيشو عندي. السوماتيك نيرف بياخد الاوردر من السي ان اس ويوديه للسكيليتال ماسل، وده برضو بياخد الاوردر من السي ان اس ويوديه للتارجت ايه؟ للتارجت تيشو بتاعي او يوديه للاورجن بتاعي. يعني تقريبا الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، الاثنين بينقلوا اوردرز من السي ان اس. علشان كده انا هستعمل نفس النيورو ترانسميتر وهستعمل نفس الريسبتور بتاع السوماتيك. تاني، انا عندي السوماتيك نيرف بياخد الاوردر من السي ان اس ويوديه للتارجت تيشو بتاعي، وهنا البري بري 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 البري جانجليونيك هياخد الاوردرز من السي ان اس ويوديها للتارجت تيشو بتاعي. يعني تقريبا الاثنين نفس الفانكشن، وطالما الاثنين نفس الفانكشن يبقى هحط نفس النيورو ترانسميتر وهحط نفس الريسبتور. النيورو ترانسميتر اسيتايل كولين، يبقى الريسبتور كولينرجيك. طيب الكولينرجيك ده هيبقى نوع ايه؟ نيكوتينيك، برضو زيه زي السوماتيك بالظبط، ماشي. طب احنا في مشكله عندنا، النيكوتينيك ده كان موجود على السكيليتال مصل وكان موجود على الجانجليا. طب انا دلوقتي افرق بينهم ازاي؟ قال لك بمنتهى البساطه، هتسمي النيكوتينيك اللي على السكيليتال مصل نيكوتينيك مصل، فهتاخد اول حرف هيبقى اسمه ان ام، ان كابيتال ام سمول، ده النيكوتينيك ريسبتور اللي على السكيليتال مصل. طيب على الجانجليا هسميه ان ان، يعني ان نيورون اللي موجود عند النيرفز، ان نيورون نيكوتينيك نيورون ان ان. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا دلوقتي كده عرفنا ايه النيورو ترانسميتر يعني بتاع البري جانجليونيك والريسبتورز بتاعته. حلو قوي قوي الكلام ده. تعالى بقى نختار النيورو ترانسميتر بتاع البوست جانجليونيك والريسبتور بتاعه. طيب هناخد نخش المعمل ونشوف سوا مع بعض، ماشي. ادي البوست جانجليونيك وادي التارجت تيشو عندي وادي الريسبتور اللي هشتغل عليه وادي النيورو ترانسميتر. يا ترى ايه بقى النيورو ترانسميتر بتاعي؟ دخلنا المعمل
وبدأنا نرعب الشخص اللي موجود، نرعبه نخضه عشان نحفز السمباثيتك. لاحظنا حاجة غريبة جدا بتحصل. ايه؟ عندنا حاجة اسمها ادرينال مضلة، غدة. الغدة دي اسمها ادرينال مضلة. الغدة دي بتطلع لي كيميكال كومباوند، كيميكال معرفوش، اول مرة اشوف. لاحظت ان الكيميكال كومباوند ده بيروح يشتغل على التارجت اوريجين او التارجت تيشو ويعمل لي اكتيفيشن لي، بيشتغل كاجونست لي. تاني، انا لقيت وانا في المعمل لاحظت ان انا عندي الادرينال المضله، طلعت لي كيميكال كومباوند، هي تقريبا دي بي كابيتال، ما علينا. كيميكال كومباوند، الكيميكال كومباوند ده راح يشتغل على التارجت تيشو وعمل له اجنست، نفس فكره النيكوتين بالظبط. ماشي، جيت احلله، هل هو نيكوتين؟ طيب لا مش نيكوتين، لو كان نيكوتين كنت اقول له خلاص يبقى ده نيكوتين وده اسيتيلكولين وحليناه. لما جيت ابص لا يا اخويا ما طلعش نيكوتين. الله، امال ايه الكيميكال كومباوند ده؟ مش عارفين، تعالى كده نشوف. المهم جيت احلله، اول حاجه لاحظت انه هرمون، هرمون، وهرمون نوعه كاتيكولامين، مالكش دعوه بيه. بس الكاتيكولامين ده انا برمز له بالاي ان، يعني بعمل له اختصار كده اي ان. الكاتيكولامين او البروتين، الهرمونات اللي بتبقى بروتين او كاتيكولامين، بعمل لها اختصار كده اي ان. ماشي، الادرينال المضله دي مكانها فين؟ مكانها عند الكدني، مش كده؟ قريبه من الكدني. هي الكدني يعني ايه باللاتين؟ يعني رينال، مش كده؟ طيب قريبه ولا بعيده؟ قريب. ال اسمه ايه ده، الكومباوند ده بيتفرز من الادرينال المضله اللي هي موجوده قريب منين؟ قريب من الكدني. قريب يعني اب ولا اد؟ يعني اد. فانا عندي هرمون اي ان كدني رينال، وهو قريب من الكدني اد. تعالى كده نجمع الثلاث مصطلحات دول مع بعض، هيطلعوا لي هرمون اسمه ادرينالين. يبقى ايه هو الادرينالين؟ هرمون الاي ان اي دي هرمون بيطلع من غده ادرينال، ادرينال يعني قريبه من الكدني. ماشي، جم بقى البريطانيين، وانت عارف البريتش بقى، لا يا اخويا مش هنمشي ورا الامريكان، احنا هنطلع اسم جديد. ايه هو الاسم؟ المركب ده هرمون، ماشي هحط اي ان برضو. الكدني مش هسميها رينا، لا مش الكدني دي مليانه نفرونات، النفرونات دي اللي هي بتعمل فلتريشن للدم، هسميها نفرون. ماشي، الامريكان محددوش المكان بالظبط بتاع الادرينال المضله، هو قال لك ان هي قريبه من الكدني لكن فين بالظبط ما وضحوش. احنا بقى كبريطانيين عشان احنا رجاله وولاد بلد، انا بقى هوضح لك مكانها. هي موجوده فوق، فوق الكدني. فوق دي يعني ايه؟ يعني صب ولا يعني نير ولا فار ولا يعني ايه؟ معناها ايبي، مش كده؟ فقال لك خلاص هرمون اي ان كدني نفرون فوق ايبي، هسميها على اسمها ايبينفرين. يبقى ايه هو الايبينفرين؟ اي ان يعني هرمون، نفرين اللي هو النفرين او الكدني، ايبي يعني فوق، يعني الهرمون ده بيخرج من الغده اللي ايبينفرين، اللي فوق النفرين او اللي فوق الايه؟ اللي فوق الكدني. وده الاجونست بتاع السمباثيتك. ده الايه معلش؟ الاجونست. يعني ايه الاجونست؟ يعني هل ده نيورو ترانسميتر؟ معرفش، معرفش. انا حللت الماده اللي حفزت لي التارجت تيشو، لكن هل دي الماده اللي بتخرج فعلا من النرف؟ والله ما اعرف يا اخويا، لسه ما اعرفش، لسه واقفه في المعمل ما اعرفش. حاجه عامله زي النيكوتين بالظبط. النيكوتين ده ما كانش هو النيورو ترانسميتر، بس كان بيحفز لي السكيليتال ماسل، فسميت الريسبتور على اسمه، سميتها نيكوتينيك ريسبتور. نفس الفكره، انا كعالم افتكرت في الاول يا اخويا ان الادرينالين ده نيورو ترانسميتر، فسميت الريسبتور على اسمه ادرينرجيك ريسبتور. يعني ايه ادرينرجيك ريسبتور؟ يعني الريسبتور ده افتكرت، اعتقدت ان النيورو ترانسميتر ادرينالين، اعتقدت، كان مجرد اعتقاد يعني لسه مش متاكده. طيب تعالى بقى نحلل النيورو ترانسميتر بتاعي نشوفه ايه هو. يلا، لما جيت احلل النيورو ترانسميتر لاحظت حاجه غريبه قوي. الكومباوند اللي بيطلع من النيرف اللي هو النيورو ترانسميتر نسخه طبق الاصل من الادرينالين، نسخه طبق الاصل منه، نفس المركب تقريبا، بس في فرق. مجموعه الميثايل اللي موجوده في الادرينالين دي مش موجوده، متشاله ومحطوط مكانها مجموعه تانية مش عايزينها، بس الميثايل اللي موجوده هنا دي مش موجوده. طيب
المركب في العضوية أو في الأورجانيك اللي بيبقى متشال منه مجموعة ميثايل بأطلق عليها لقب نور. يعني أنا عندي مركب، المركب ده اسمه أبو أحمد مثلا، مركب أبو أحمد ده شلت منه مجموعة ميثايل، يبقى المركب التاني هيبقى اسمه إيه؟ نور أبو أحمد. تمام كده؟ نفس الفكرة. المركب النيورو ترانسميتر بقى اللي بجد اللي خارج من النيرف، لقيته تقريبا نفس الاستراكشر بتاع الادرينالين، بس الفرق متشال منه مجموعه ميثايل، فهسميه ايه؟ نور ادرينالين او نور ابينفرين، وهو ده النيورو ترانسميتر بتاع السمباثيك. اوكي كده يا شباب؟ يبقى ايه هو النيورو ترانسميتر بتاع البوست سمباثيك نيرف؟ النور ادرينالين او النور ابينفرين، وبيشتغل على ريسبتور اسمه ايه؟ ادرينرجيك ريسبتور. لو انا جيت قلت لك all nerves of sympathetic بتطلع لي النور ادرينال، اكيد لا، لان انا عندي البري جانجليونيك كان بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي اسيتايل كولين، صح ولا مش صح؟ وكان بيشتغل على كولينرجيك. ليه؟ لان الفانكشن بتاعته كانت شبه الفانكشن بتاعت السوماتيك، كانوا الاثنين بينقلوا الاوردر من السي ان اس ويودوه للتارجت تيشو. اما هنا النيورو ترانسميتر في البوست، في البوست جانجليونيك ايه؟ نور ادرينالين مش ادرينالين. لو قالك ادرينالين غلط، الادرينالين مجرد اجونست، حاجه بالظبط عامله زي النيكوتين، مجرد اجونست بيحفز. لكن هل هو النيورو ترانسميتر اللي بيخرج؟ لا. طب الريسبتور ادرينرجيك ريسبتور. طيب في بس استثناء صغير، السويت جلاند. السويت جلاند البوست جانجليونيك بتاعها ما بيطلعش ادرينالين، ما بيطلعش النور ادرينالين، بيطلع حاجه تاني وهشرحها لك كمان شويه بس. اوكي كده يا شباب؟ هو بيطلع اسيتيل كولين مبدئيا يعني. تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا طريقه عمل السمباثيك بفضل الله، كده احنا صنعنا السمباثيك نيرف، طبخناه. تعالى كده بسرعه 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 كروكي كده نعيده. رقم واحد السمباثيك نيرف 1 افرين سيستم، لا طبعا ده 2 افرين سيستم. ليه؟ عشان انا مش عايزه اوصل الاوردرز بسرعه، لو وصلت الاوردرز بسرعه احرقه، هحرق الاورجن، الاورجن ضعيف مش هيستحمل السرعه دي، فهحط مطب. ماشي. طيب بعد كده كميه النيرفز اللي عندي سمباثيك كتير الحمد لله والشكر لربنا، بس برضو ما تكفيش الاورجنز اللي عندي، محتاجه اكترها، محتاجه اعمل ديستريبيوشن واوزعها. تمام كده. طيب المطب اللي انا عملته ده هصنعه كده محطه كهرباء. عارف اليابان؟ اليابان عامله الفكره دي، اليابان عامله المطبات بتاعتها بتاعت الشوارع عاملاها محطه كهرباء، بحيث كل عربيه تعدي على مطب تولد كهرباء. نفس الفكره، انا هعمل الفكره دي سارقينها من اليابان احنا. تمام. هاخد المطب ده اقلبه محطه كهرباء. المحطه الكهرباء دي هتعمل ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه هبطئ شويه السرعه، هتخليه بدل ما كان بيمشي 10 متر في الثانيه هيبقى متر واحد في الثانيه. الحاجه الثانيه هتعمل ديستريبيوشن للنيرف، والحاجه الثالثه هتتحكم في الفولت بتاعته. والله لقيت الفولت كتير اخف شويه، لقيت الفولت قليل اكتر شويه. تمام كده. ماشي. بس انا لاحظت حاجه، النيرف تيرمينال بتاعه البري جانجليونيك في فراغ بينها وبين النيورنز اللي موجوده في الجانجليا، ده معناها ان الكهرباء هتمشي مش هتمشي، يبقى لازم احول الكهرباء لكيميكال كومباوند. يبقى انا هنا محتاجه نيورو ترانسميتر ومحتاجه ريسبت، ونفس الفكره في البوست جانجليونيك، هنا برضو انا محتاجه نيورو ترانسميتر ومحتاجه ريسبت. لما اجي ابص على النيورو ترانسميتر في البري جانجليونيك وريسبتور هلاقيهم اسيتايل كولين وكولينرجيك ريسبتور. طيب ليه؟ لان هو تقريبا نفس الفانكشن بتاعت السوماتيك، الاثنين بينقلوا اوردرز من السي ان اس ويوصلوها لمين؟ للتارجت تيشو اللي انا عايزاه. تمام كده. طيب نوع الكولينرجيك ريسبتور نوع ايه؟ نيكوتينيك برضو، يعني بيبقى حساس للنيكوتين. طب يا اخويا افرق ازاي بينه وبين اللي في المصل؟ قلنا خلاص هسمي ده ان ان واسمي على سكلت المصل ان ام عشان ما تلخبطش. طيب البوست بقى، البوست جانجليونيك مين النيورو ترانسميتر اللي خالج؟ النور، النور، النور ادرينالين مش الادرينالين، الادرينالين مجرد اجونست، النور ادرينالين هو اللي خارج. ماشي. هيشتغل على ايه؟ على ادرينرجيك ريسبتورز. اوكي كده يا شباب. كده احنا الحمد لله خلصنا السمباثيك نيرف. تعالى بقى نخش على البارا سمباثيك نيرف. تقريبا نفس الكونسبت، يعني هو نفس الكونسبت شويه. تمام. بس في شويه اختلافات، والاختلافات دي هنوضحها. رقم واحد الباراسمباثيك بيعمل ايه؟ بيعمل برادي كارديا، بيبطئ لي سرعه القلب. ماشي. هل انا ينفع اخليه برضو 1 افرين سيستم؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان انا لو طلعت النيورو ترانسميتر الفلاني العجيب اللي انا لسه ما اعرفوش، طلعته كتير قوي 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 بسرعه كبيره جدا جدا جدا، اللي هيحصل ان انا ممكن يحصل هارت ارست، القلب يقف. القلب يقف ليه؟ انت مطلع كتير قوي 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 بسرعه قوي قوي قوي، هيحصل سيفير برادي كارديا، القلب يقف. فلا لا لا، محتاجه برضو اعمل ايه؟ اعمل مطب. ونفس الفكره لما اجي ابص على
النيرفز بتاعت الباره هلاقيها قليله، النيرفز مش كتير، عندي بتاع 4 فوق وعندي بتاع 3 تحت، يعني قليلين ما يكفوش برضو الاورجنز اللي انا محتاجاها. فبرضو محتاجه اعمل ديستريبيوشن سنتر او محتاجه اعمل محطه كهرباء. المحطه الكهرباء دي هتكون عباره عن مجموعه نيورونز جوه، النيورونز دي برضو هي دي اللي هتساعدني على انها تعمل ديستريبيوشن للايه، للنيرفز. وكده هنا هيبقى عندي ايه، تو افرنت سيستم. اول افرنت سيستم بري جانجليونيك نيرف ده سرعته تقريبا 10 متر في الثانيه، والبوست جانجليونيك نيرف سرعته تقريبا 1 متر في الثانيه. هنا انا قللت الايه، قللت السرعه ماشي، بس هو في حاجه كده ما خدتش بالك منها. احنا لحد دلوقتي متفقين مع السمباثيك، عندنا هنا جانجليا وعندنا هنا جانجليا، ديستريبيوشن سنتر ديستريبيوشن سنتر ماشي. بس بص كده على البوزيشن بتاع الجانجليا، هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان البري جانجليونيك طويل جدا في البارة، والبوست جانجليونيك قصير جدا، مش كده؟ طب بص كده على السمباثيك، هتلاقي البري جانجليونيك قصير قوي، والبوست جانجليونيك بتاع السمباثيك طويل قوي. وده اول اختلاف بينهم. يبقى ايه هو اول اختلاف بين النيرف بتاع البارة وبين النيرف بتاع السمباثيك؟ اناتوميكال، تشريحيا، مكان الجانجليا، البوزيشن اوف جانجليا. هلاقي البوزيشن اوف جانجليا هنا قريب اكتر من البوست جانجليونيك، او بمعنى اصح تقول ان البري جانجليونيك في الباراسمبثاتيك اطول من البوست جانجليونيك في الباراسمبثاتيك. اما في السمبثاتيك فالبري جانجليونيك اقصر من البوست جانجليونيك فين؟ في السمبثاتيك. اوكي كده يا شباب؟ ماشي خلاص. طيب تعالى كالعادة برضو هنشوف النيورو ترانسميتر اللي هنا بالريسبتور في البري جانجلونيك، وبعد كده نشوف النيورو ترانسميتر والريسبتور اللي فين، اللي في البوست جانجلونيك. اي بري جانجلونيك نيرف هيطلع لي اسيتايل كولين وهيشتغل لي على كولينرجيك ريسبتور نيكوتينيك ريسبتور. اوكي الكلمة دي تحفظها صم زي اسمك، انت ثلاث جمل عندي هتحفظها طول المحاضرة. اول جملة، النيكوتينيك ريسبتور سريع جدا طلقة عشان بيشتغل بالايريك تشين، الجمله دي هتحفظها قوي عشان هتفهمنا حتى جايه دلوقتي. الجمله الثانيه، اي بري جانجليونيك نيرف، اي بري جانجليونيك نيرف، اي بري جانجليونيك نيرف هيطلع لي اسيتايل كولين وهيشتغل على الكولينرجيك ريسبتور. ليه؟ علشان تقريبا بيقوم بنفس الفانكشن بتاعه السوماتيك، الاثنين بينقلوا لي الامبلس من السي ان اس ويودوها على ايه، على التارجت تيشو. تمام كده يا شباب، الحته دي مهمه قوي. فالبري جانجليونيك بتاع البارا هو نفس البري جانجليونيك بتاع المين، بتاع السمبثاتيك، الاثنين بيطلعوا لي اسيتايل كولين وبيشتغلوا لي تقريبا على الايه، على الكولينرجيك ايه ريسبتورز. ماشي طيب تعالى كده نتكلم على البارا سمبثاتيك نيرف. طيب زي ما قلت لك هتلاحظ ان البري جانجليونيك طويل والبوست جانجليونيك ايه، قصير. بس في حاجه ثانيه احنا ملاحظينها، ايه هي؟ البوست جانجليونيك يا لهوي ده داخل جوه، داخل جوه الاورجن نفسه، داخل جوه ايه، التيشو، على عكس البوست. على فكره البوست كان بيبقى بره عادي، لكن هنا هتلاحظ ان البوست دخل جوه التيشو نفسه. دي تاني اناتوميكال ايه، تاني اناتوميكال ديفرنس بين البارا وبين السمبثاتيك. اول واحد كان بوزيشن اوف جانجليا، او ان البري اطول من البوست. تاني حاجة ان الجانجليا يعني او البوست جانجليونيك، البوست جانجليونيك بيبقى امبيدد داخل الاورجن، داخل جوه الاورجن، وساعات الجانجليا كمان، يعني ساعات البوست بالجانجليا الاثنين بيبقوا جوه الاورجن، لكن هنا في المثال ده انا حاطه لك الايه، البوست بس، وساعات بيبقى الجانجليا معاها. ماشي. طب سؤال كده ممكن يجي في دماغك، هو المفروض يجي في دماغك، طب طالما انا كل النيرفز البوست جانجليونيك اللي انا عملتها وعملت لها ديستريبيوشن دخلتها في نفس الاورجن، طب ايه فايدة الجانجليا؟ ما انا الجانجليا عملتها عشان اعمل ديستريبيوشن للنيرفز عشان اوزعها الاورجنز مختلفة، مش كده؟ ليه بقى انا حطيتها هنا على الرغم ان في الاخر النيرفز اللي عملت لها ديستريبيوشن دي حطيتها في نفس الاورجن جوه؟ ايه بقى الاستفادة اللي انت استفدتها؟ يعني مش فاهم. اولا انا بطأت السرعة، ودي اول استفادة. ثانيا ساعات الاورجن ده بيبقى دقيق جدا، فبيبقى كل بارت فيه محتاج نيرف لوحده. يعني ايه؟ عضلة لسانك دي بيوصل لها كمية نيرفز كتيرة جدا علشان مخارج الحروف بتاعتك تطلع مظبوطة، فبحتاج نيرفز كتيرة. نفس الفكرة ساعات الأورجنز بتاعت البارة دي بتكون دقيقة جدا، فبتبقى الأورجن الواحد محتاج كذا نيرف، فالجانجليا لابد منها، الجانجليا لابد منها، حتى لو البوست تيرمينال أو تيرمينال يعني، أو حتى لو البوست امبيدد
للأورجان حتى لو البوست جانجلر امبيتد للأورجان لازم تبقى موجودة لسببين. السبب الأول نبطأ، ما تنساش حتة نبطأ. الحاجة التانية عشان اتحكم في الفولت بتاعه برضو، ممكن يجي سريع ابطأه، ممكن يجي بطيء اسرعه شوية، او سوري ممكن يجي قوي اهديه، ممكن يجي ضعيف اقويه. والحاجة التالتة ان انا ساعات الاورجنز يبقى محتاج ايه دقيق جدا، فمحتاج جزء نيرف ايه يشغله. ماشي. طيب تعال بقى على اهم حتة، النيورو ترانسميتر بتاعه والريسبت. طيب كالعادة انا بختار النيورو ترانسميتر والريسبتور على حسب ايه؟ على حسب الفانكشن بتاعته. ماشي. هو ايه الفانكشن بتاعت الباراسمبثاتيك؟ ايه الفانكشن بتاعته؟ سكريتو موتور. سكريتو موتور بيعشق السكريشنز، بيموت في السكريشنز. الباراسمبثاتيك ده صديق الصدوق السكريشنز، اول ما بيتحفز السكريشنز بتاعت جسمك كلها بتزيد. طيب احسن نيورو ترانسميتر يعمل لي سيكريشنز الاسيتيلكولين، احسن نيورو ترانسميتر بلا منازع. لا تقول لي ادرينالين ولا نور ادرينالين ولا نيكوتين ولا التنجانين، مفيش. احسن واحد يعمل لي سيكريشنز ويعمل لي كونتراكشن محترمه الاسيتيلكولين. علشان كده انا هخلي هنا النيورو ترانسميتر بتاع الاسيتيلكولين. ليه ما خليتوش ادرينالين؟ ليه ما خليتوش نيكوتين؟ ليه اشمعنى الاسيتيلكولين في البوست جانجليونيك؟ علشان الباراسمبثاتيك بيعمل لي ايه؟ بيعشق السكريشنز، وده احسن نيورو ترانسميتر يعمل لي سكريشن. ماشي. وبالتالي الريسبتور بتاعه اكيد ايه؟ اكيد كولينرجيك. ماشي. طيب الريسبتور بتاعي كولينرجيك. طب احنا اخدنا كام نوع من الكولينرجيك؟ اخدنا نوع واحد بس النيكوتينك، صح؟ صح. طيب خلاص هات يا عم النيكوتينك ريسبتور ونستعمله. طيب هو ده ينفع فعلا؟ ينفع استعمل النيكوتينك ريسبتور هنا؟ والله مش عارف، فكريني كده معلش. النيكوتينك ريسبتور كان ايه؟ كان طلقة. مش انا قلت لك تحفظ لي الجملة دي كويس؟ قلت لك احفظ النيكوتينك ريسبتور كان ايه؟ كان طلقة. ده كان بيشتغل بالاينز يا جدع، وانا عمالة نحق من الصبح واقول لك البارة 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 لازم يبقى بطيء، لازم يبقى بطيء، هيحصل هارت ارست والعضلات هتتشل، هيحصل هارت ارست والعضلات هتتحرق منك. النيكوتينك ريسبتور ده هيبقى طلقة، هيزود لي السرعه بتاعت الاوردر، وده مش هينفع، هتوقف لي القلب. نيكوتين مش هينفع، نيكوتين مش هينفع. ليه النيكوتين مش هينفع؟ النيكوتين سريع جدا بيشتغل بالايونز، ما ينفعش ما ينفعش. كولينرجيك ماشي، لكن نيكوتين لا، لان انا عماله ابطئ في انت كده بتبوظ لي كل اللي انا عملته. يعني انا عملت لك تو افرنت سيستم تمام، عشان ابطئ السرعه تروح انت حطيت لي ريسبتور اسرع ريسبتور في جسمك؟ ما هو الايونيك تشانل ده اسرع ريسبتور في الجسم كله، تروح انت حاططه لي يا شيخ. اتق الله اتق الله، ده انا عايزاه يبقى بطيء. ما ينفعش النيكوتينك، ارمي بقى النيكوتينك ده في الزباله، ما ينفعش. طب انا محتاجه ريسبتور تاني يبقى كولينرجيك برضو، ما انا ما ينفعش اجيب لك بقى الادرينرجيك، ما تبقاش حمار بقى، انا محتاجه كولينرجيك. بالمناسبه الادرينرجيك برضو على فكره مش بيشتغل بالاين تشانل، الادرينرجيك بيشتغل بالانزيمز، والكولينرجيك ده بيشتغل بالانزيمز، عشان الانزيمز ايه ابطا بكتير من الايون تشانل. تمام. طيب برضو ماشي، بعد الرغي الكتير ده كله معرفتش ايه الريسبتور اللي في البوست جانجليونيك. دخلنا المعمل تالت مرة يا دي النيلة، واجرب احط باريم مفيش، احط بتاع مفيش، مش عارف اسميه ايه. ما انا لازم اسميه حاجة، مش هينفع اسميه كولينرجيك بس، مش هينفع. بس احنا بقى عشان عالم معفنة كعلماء، فكنا سايبين فطريات على البنش بتاعنا. كان منهم فطر كده مشهور قوي، الفطر ده كان اسمه ماسكارين، ده اسم الفطر بتاعي. الماسكارين ده انا سميته كده ليه؟ لان هو كان بيطلع لي ماده، الفطر ده بيفرز لي ماده اسمها ماسكارين، وانا حاطه الباراسمبثاتيك لاحظت ان ماده الماسكارين دي اللي بتطلع من الفطر بتعمل لي اكتيفيشن للكولينرجيك ريسبتور اللي هنا. اوبا بس يا معلم، سميها على اسمها، على الطلقه اللي سميها على اسمها، ماسكارينك ريسبتور. بس كده خلاص، كده وصلنا لايه؟ للنهايه. يبقى احنا كده خلصنا طريقه عمل الايه؟ الباراسمبثاتيك. الباراسمبثاتيك نفس الحوار بالظبط، البري جانجليوليك اسيتايلكولين كولينرجيك نيكوتينك. اي بري جانجليوليك نيرف، اي بري جانجليوليك نيرف هيطلع لي اسيتايلكولين، اي بري جانجليوليك نيرف هيشتغل على كولينرجيك ريسبتور نوعه نيكوتينك. ماشي. طيب البوست بقى بتاع البارا اسيتايلكولين كولينرجيك ماسكارين. طب واحده 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 واحده، ليه اسيتايلكولين؟ عشان ده حبيب قلبي السكريشنز، بيموت في السكريشنز يا خراشي، بيعشقها. طب
عرفت بقى ليه السويت جلاند كانت بتتحفز بالأسيتايل كولين؟ عرفت ليه بقى؟ السويت جلاند المفروض تبقى بالشكل ده، بالمنظر ده اللي قدامك. ايه؟ يجيلها البري جانجليوليك يطلع أسيتايل كولين، يشتغل على الجانجليا عادي، ويجي البوست جانجليوليك سمبساتك يطلع لي النور أدرينالين اللي هيشتغل على السويت جلاند. ده الشكل بتاعها. يعني المفروض اهو، المفروض تعالى كده اهو، المفروض الريسبتور بتاع السويت جلاند المفروض يبقى ادرينرجيك ريسبتورز، والنيورو ترانسميتر اللي هيحفزها النور ادرينالين. ده المفروض ليه؟ لان هي سمباثيك. السويت جلاند بيجي لها سمباثيك بس، ما بيجيلهاش باره. يعني خد بالك، الهارت بيجيله الاثنين، بيجيله سمباثيك وباره، واي اوتونوميك اورجان بيجيله سمباثيك وباره، ما عدا كذا اكسبشنز هنقولهم دلوقتي. اول اكسبشن منهم السويت جلاند. السويت جلاند بيجي لها سمباثيك بس، سمباثيك بس، واكتب الكلمه دي عشان وش هتيجي في امتحان. سمباثيك بس ما بيجيلهاش باره. طب ليه بيجي لها سمباثيك بس ما بيجيلهاش باره؟ السويت جلاند دي بتطلع امتى، او بتشتغل امتى، او بتحبب ايه في عيشتها السوداء؟ بتطلع لي العرق، السويت بتعمل سكريشن للسويت، صح؟ طب السكريشن للسويت ده بيحصل امتى؟ بيحصل انت السكريشن السويت ده لما درجه حرارتك بتعلى. طب انا درجه حرارتي بتعلى امتى؟ في الفايت والفلايت اللي هو شغل السمباثيك. هل درجه حرارتك بتعلى في الريست والدايجست؟ لا، هي بتعلى فين؟ في الفايت والفلايت. فهل انا محتاجه لها باره؟ مش محتاجه لها نيرف باره اصلا، فهوصلها سمباثيك بس. ولكن المفروض ان طالما هوصلها سمباثيك بس، يبقى النيورو ترانسميتر نور ادرينالين، والريسبتور بتاعها ادرينرجيك زيها زي بقيه اخواتها. بس يا عم الحاج، انا بقول لك السويت جلاند دي بتعمل ايه؟ سكريشنز للسويت، سكريشن. وقلتها لك استاذ ورئيس قسم السكريشنز الاسيتايل كولين، ده حبيب قلب السكريشن، احسن نيورو ترانسميتر واقوى نيورو ترانسميتر يعمل لك سكريشن. لا تقول لي ادرينالين ولا نور ادرينالين ولا اي حاجه من الكلام الهبل ده، لا، ده هو ده حبيب قلب السكريشنز. فهحط لها اسيتايل كولين والريسبتور كولينرجيك ريسبتور. طيب كولينرجيك ريسبتور بقى نوعه ايه؟ نيكوتينك ولا مسكارينك؟ دي سويت جلاند، دي اوتونوميك، دي ضعيفه، مش كده؟ يبقى ينفع احط لها نيكوتينك؟ يبقى الاوردر بتاعها سريع؟ لا، احط لها مسكارينك عشان اخفف السرعه شويه. خلاص كده يا شباب، ماشي. تاني اكسبشنز عندنا الادرينال مضله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الادرينال المضله دي، الكلمه دي سمعتها قبل كده. الادرينال المضله دي يا شباب اللي كانت بتطلع لي الهرمون اللي هو الادرينالين، اللي انا من خلاله سميت الريسبتور على اسمها ادرينرجيك ريسبتور. مالها بقى الحاجه دي الادرينال المضله؟ مالها بقى البتاع دي الادرينال المضله؟ لما جيت ابص لها لاحظت حاجه، لاحظت ان النرف اللي بيغذيها، النرف اللي بيديها الاوردرز، بيطلع لي نيورو ترانسميتر اسيتايل كولين. اوبا، ومش بس كده، ده الريسبتور بتاعها النيكوتينك. لا 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 لا، اهدى 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 اهدى، تاني اقول لها مره كمان، اهدى خالص عشان انا بدات اتوه وبدات اتلخبط. بالراحه، السويت جلاند كان بيوصل لها سمباثيك بس بتطلع لي اسيتايل كولين ماسكارينك، وفهمنا ليه، عشان السكريشنز. هنا بقى الادرينال مضله بيوصل لها سمباثيك ماشي، بس اسيتايل كولين والنيكوتينيك. اشمعنى بقى؟ انا عايز افهم دلوقتي سؤالين هيجننوني، مش فاهم. اشمعنى الادرينال مضله اسيتايل كولين، واشمعنى النيكوتينيك؟ طب ماشي يا عم، ماشي، ثانيه واحده، اسيتايل كولين ماشي، طب اشمعنى النيكوتينيك؟ ما كنت خليتها زي اختها السويت جلاند مسكريني. تعالى نجاوب على السؤالين. بس قبل ما نجاوب على السؤالين كده، تعالى نرجع بالدماغ لورا خالص، ايام ما كنت جنين لسه، كنت حته جنين كده في البتاع، كنت حته جنين يعني. لو احنا جنين، الادرينال المضله دي كانت عباره عن جانجليا. ايه 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 ايه، ثانيه واحده، والله الادرينال المضله دي كانت جانجليا، ما كانتش جلاند، ما كانتش غدة بتفرز هرمونات، كانت جانجليا، كانت اوتونوميك جانجليا زيها زي غيرها، كان ليها بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، ده وانت جنين. كانت جانجليا عادية جدا يا شباب. واحنا قلنا اي بري جانجليونيك نيرف بيعمل ايه؟ بيطلع لي اسيتايل كولين وبيشتغل على نيكوتينيك ريسبتور، مش كده؟ احنا قلناها، ماشي. والجانجليا دي هيكون ليها بوست جانجليونيك، حلو قوي الكلام ده. بس وانت جنين بقى
حصل تحورين في الدي ان ايه، حصل تحورين تغيرين. التغير الاولاني البوست جانجليونيك ده اتقطع اتشال، فبقى من غير بوست جانجليونيك، بقيت الجانجلي او الادرينال المضلة من غير بوست جانجليونيك. والحاجة التانية، مش احنا قلنا الجانجلي دي جواها نيورونز، كان بيبقى جواها كده نيورونز وكده، لا ما بقاش موجود الكلام ده، بقت جواها سيكريتوري سيلز، اتحولت من اوتونوميك جانجليا لسيكريتوري سيلز. لا تاني معلش عشان تهتوا والله، نعيد تاني نعيد تاني. الادرينال المضلة المفروض ان هي سمباثيتك اورجن، بيوصل لها سمباثيتك بس برضو، يعني دي تاني اكسبشن. اول اكسبشن كنا قلنا السويت جلاند كان بيوصل لها سمباثيتك بس ما بيوصلهاش بره، الكلام ده اكتبه يا جدعان. الادرينال المضلة برضو بيوصل لها سمباثيتك بس ما بيوصلهاش باره. ليه؟ الادرينال المضله بتطلع لي ادرينالين ونور ادرينالين، فانا مش محتاجاها في الباره خالص، لان الادرينال والنور ادرينالين الاثنين دول اجونست للسمباثيتك، فبالتالي ده شغل سمباثيتك، مش عايزه لها باره، مش هوصلها باره، يعني هوصل لها سمباثيتك بس. ماشي ماشي، مش المفروض السمباثيتك ده بقى يا عم الحاج يطلع لي زفت الطين نور ادرينالين ويشتغل على زفت الطين ادرينالين جننتوا اللي جابونا، صح؟ هقول لك معلش اكسبشن اكسبشن، هتطلع اسيتيل كولين ونيكوتينيك، هتتحفز قصدي بالاستالكولين والنيكوتينك. طب ليه بقى؟ الادرينال المضله لما كانت في جسمك وانت جنين كانت عباره عن اوتونوميك جانجليا، اوتونوميك جانجليا بيوصل لها بري جانجليونيك نيرف، واحنا قلنا اي بري جانجليونيك نيرف هيطلع لي نيورو ترانسميتر اسمه اسيتيل كولين، هيشتغل على كولينرجيك ريسبتورز نوعه نيكوتينك ريسبتور، وحياه ربنا قلنا الكلمه دي مش كده، وليها بوست جانجليونيك عادي جدا زي اي جانجليا. بس حصل تحورين، اول تحور البوست جانجليونيك ده اتقطع اتشال، تاني تحور النيورونز اللي كانت موجوده هنا اللي كانت بتزود لي الفولد او تقلله وتتحكم في الفولد و و وغيره اتشالت هي الاخرى، وتحولت لسكريتوري جلاند، للسيلز، السيلز دي بتعمل سكريشنز للادرينالين والنور ادرينالين، وبالتالي النيرف اللي بيحفز الادرينال المضله بيطلع لي نيورو ترانسميتر نوع ايه؟ المفروض نور ادرينالين وادرينرجيك المفروض، ولكن احنا خلاص فهمنا ما ينفعش ادرينرجيك ولا نور ادرينرجيك ولا اي حاجه من الزفت ده. ليه؟ لان هي اصلا كانت جانجليا، يعني هي اصلا بيوصل لها بري جانجليونيك، وانا محفظها لك اي بري جانجليونيك اسيتيل كولين ونيكوتينك ريسبتور. اوكي عرفنا ليه نيكوتينك مش ماسكارينك، لان دي كانت في الاصل جانجليا، الماسكارينك ده مش بيبقى موجود في الجانجليا، الجانجليا نيكوتينك ان ان. خلاص كده يا شباب. طيب تالت بقى اكسبشن البلود فيزلز، البلود فيزلز هي الاخرى بيوصل لها سمباثيتك نيرف فقط، ما بيوصل لهاش بار، بيوصل لها سمباثيتك بس. طب ليه البار سمباثيتك المفروض يعمل لي دايليتيشن او دايليتيشن للبلود فيزل؟ البار سمباثيتك بيعمل دايليتيشن للبلود فيزل، وده ما ينفعش، ما ينفعش جسمك يحصل له بلود دايليتيشن طول الوقت. ليه؟ انت طول الوقت، انا دي وحتى قلتها لك في الهايسايمس، قلت لك ان السمباثيتك والبار الاثنين شغالين، يعني لو انا بتكلم معاك دلوقتي او انا ساكته او انا نايمه او انا بهبب اي نيله الاثنين شغالين، السمباثيتك والبار، بس في حاجه بتبقى ايه البروميننت، في حاجه الاكتر، يعني وانا نايمه البار شغال اكتر بكتير جدا جدا من السمباثيتك، وانا بجري السمباثيتك اكتر بكتير جدا من البار، وهكذا. فانا في الحاله الطبيعيه ما ينفعش البلاد بتاعي البلاد فيزل بتاعتي تبقى معمول لها دايليتيشن. ليه؟ لما اعمل دايليتيشن في جسمي البلاد مش هيعرف يمشي عكس الجاذبيه، مش هعرف يطلع لفوق الجسم، فهقع، هبقى واقعه طول الوقت، مش هعرف اتحرك، مش هعرف امسك نفسي، لازم ابقى عامله كونتراكشن طول الوقت، بس مش كونتراكشن قوي، يعني مش هافر في الكونتراكشن، هبقى عامله كونتراكشن، عشان كده بوصل له سمباثيتك بس ما بوصلهوش ايه، ما بوصلهوش بار، تمام كده؟ فبوصل لها ايه، بوصل لها سمباثيتك بس، وعادي السمباثيتك برضو بيطلع لي ادرينالين، او بيطلع لي قصدي نور ادرينالين، وبيشتغل على ادرينرجيك ريسبتور طبيعي جدا، بس هي الفكره ان ايه، بيوصل له سمباثيتك بس. يبقى انت لحد دلوقتي اخدت ثلاثه امثله لاورجنز، الاورجنز دي بيوصل لها سمباثيتك بس. اول مثال عندك كان السويت جلاند، وفهمنا ليه السويت جلاند اهي، فهمنا ليه سمباثيتك بس، عشان هي بتقلل درجه الحراره عن طريق العرق، عن طريق السكريشنز اوف عرق، او الايه سكريشنز اوف عرق دي، عن طريق السكريشنز اوف سويت، صح كده، وانا بقلل درجه الحراره
لما السمبثاتك يبقى شغال، لان السمبثاتك زي ما قلنا ايه فايت وفلايت، فبالتالي بيرفع درجه حراره جسمك، فانا بشغلها وقت السمبثاتك فمش محتاجه لها باره. تمام، يبقى المفروض ايه؟ المفروض السمبثاتك يطلع لي نور ادرينال وادرينال. لا مش هيحصل ده. ليه؟ لان هي بتعمل سكريشنز، واحسن نيورو ترانسميتر يعمل لي سكريشن الاسيتايلكولين، والريسبتور بتاعي هيبقى كولينرجيك. طب كولينرجيك انهي، نيكوتينيك ولا مسكرينيك؟ يا جدع يا جدع، دي سويت جلاند، دي اوتوماتيك زفت الطين فوق دماغك، دي حاجه ضعيفه، حاجه مش قويه زي السكيلتون ولا ايه؟ دي سموث ماسل يعتبر، بس هي مش ماسل، يعني دي حاجه ايه، انت فاهمني صح ولا ايه؟ فهي ما ينفعش معاها نيكوتينك، ما ينفعش الموضوع يبقى سريع، لازم ايه، لازم مسكرينك. طيب تاني مثال اكسبشن عندنا، الادرينال المضله برده بيوصل لها سمباثيتك بس، وبرده اسيتيل كولين والنيكوتينك مش مسكرينك. طيب ليه سمبثاتك بس؟ لان الفانكشن بتاعتها بتطلع لي ادرينالين والنور ادرينالين، ودول بيشتغلوا على السمبثاتك مش البار، فانا مش محتاجه بار. طيب السؤال التاني، ليه بتطلع اسيتايل كولين وليه بتشتغل على النيكوتينيك؟ لان هي في الاصل كانت عباره عن جانجليا، بس انا البوست جانجليوليك ضاع مني اتقطع، والحاجه التانية النيورونز اللي جوه اتحولت لسكريتوري سيلز او سكريتوري جلاند تطلع لي ادرينالين ونور ادرينالين. تمام، فالنيرف اللي بيغذيها كان اصله ايه؟ كان اصله بري جانجليوليك، يعني النيرفز اللي في السويت جلاند اصلها ايه؟ اصلها بوست عادي، فبتطلع لي ايه؟ استالكولين او نادر اللي هو كده يعني. انما هنا الاصل بتاع النيرف اللي بيغذي الادرينال المضله هو البري بري 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 جانجليوليك، فهيطلع لي استالكولين وهيشتغل على مين؟ على النيكوتينيك. تمام، طيب والاكسبشن الثالث اللي هو البلاد فيزل اللي برضو بيوصل لها، بس ايه؟ بيوصل لها برضو سمبثاتك بس. طيب عندنا بس شويه اسئله كده، ايه الدكتور كانت قايلاها في المحاضره، ورقه وقلم كده واكتب معايا عشان الاسئله دي مهمه. السؤال الاول يقول ايه؟ السؤال الاول يقول، السؤال الاول يقول السمبثاتك بوست جانجليوليك، السمبثاتك، لا تعالى كده نجيبها، انا بقرا بس من الكتاب، ف من كشكول قصدي، فاهو تعالى كده نرجع لها اهو. السمبثاتك بوست جانجليوليك اللي هو ده، تمام، اولويز سيكريت نور ادرينالين، ترو ولا فولس؟ ها، فولس، مش دايما بيطلع لي نور ادرينالين. ليه؟ لان البوست خد بالك من السؤال، سمبثاتك بوست جانجليوليك، البوست المفروض تقولي اه صح فعلا بيطلع لي دايما نور ادرينالين. لا، احنا قلنا في اكسبشن عندنا السويت جلاند، قلنا السويت جلاند البوست جانجليوليك بتاعها بيطلع لي ايه؟ اسيتايلكولين، والبري جانجليوليك عندها اسيتايلكولين، يعني هي شبه بالظبط، شبه ايه؟ شبه الباره. تمام، ادي اول سؤال. السؤال الثاني، الادرينال المضله، تعالى نجيبها، الادرينال المضله تو نيورون سيستم، تو افرين سيستم، صح ولا غلط؟ الادرينال المضله تو افرين سيستم، يعني ايه؟ يعني عندها بري جانجليوليك وعندها بوست جانجليوليك، صح ولا غلط؟ غلط. احنا قلنا البوست جانجليوليك اتقطع وانت جنين، الكلام ده شبه وانت لسه جنين ما اتولدتش، فالبوست جانجليوليك اتشال، فهي مش تو افرين سيستم، ده هي سيستم واحد بس بيوصل لها نيرف واحد بس اللي هو الايه، البري جانجليوليك، مش بيطلع منها بوست ولا حاجه، صح ولا مش صح؟ طب السويت جلاند، طبعا تو افرين سيستم، عندها البري اهو بيطلعها اسيتيلكولين بيحفز الجانجليا بتاعتها، وعندها البوست جانجليوليك اللي بيطلع اسيتيلكولين. تمام كده يا شباب، فاكتب السؤال اللي عندك، ادرينال المضله عباره عن تو افرين سيستم، غلط، مش تو افرين سيستم، هي وان افرين سيستم. ليه؟ فين السيستم الثاني او فين الافرنت الثاني اتقطع؟ ماشي. السؤال الثالث، اسيتيلكولين كان ستيمولييت سمبثاتك، بالراحه، اسيتيلكولين كان ستيمولييت سمبثاتك، كمان مره، اسيتيلكولين، فكر، وقف الفيديو فكر، اسيتيلكولين كان ستيمولييت سمبثاتك، ها، للوهله الاولانيه هتقول لي غلط، الاسيتيلكولين بيحفز لي الباراسمبثاتك، وكلامك منطقي فعلا، الاسيتيلكولين بيحفز الباراسمبثاتك، ولكن بص معايا، الاسيتيلكولين هنا في الادرينال المضله عمل ايه؟ مش الاسيتيلكولين حفز لي الادرينال المضله، والادرينال المضله عملت سكريشن للادرينالين والنور ادرينالين اللي هيحفزوا لي السمبثاتك، هي مش صح يا ولا؟ تاني، الادرينال المضله النيرف اللي بيحفزها بيطلع اسيتيلكولين، الاسيتيلكولين ده الزفت ده هيحفز لي الادرينال المضله على انها تطلع ادرينالين ونور ادرينالين، ودول هيروحوا يحفزوا السمبثاتك indirectly، صح؟ يبقى الاجابه ترو مش فولس. السؤال كان بيقول ايه؟ اسيتيلكولين كان ستيمولييت سمبثاتك، ترو فعلا ممكن يحفز السمبثاتك بدايركت ولا indirect؟ بindirect، بindirect، لو قال لك دايركت غلط، هو مش دايركت خالص، هو indirect. تمام كده يا شباب. طيب ايه كمان،
لا اجل السؤال ده كمان شويه، خليه لما نيجي نخش على التايبس اوف ايه اوف ادرينرجيك ريسبتورز. طيب تعالى بقى نفتح السلايدز ونقرا الكلام اللي احنا ايه قلناه ده. بص، الاوتونوميك نيرفس سيستم الديفينيشن بتاعه هو عباره عن موتور نيرفس سيستم، قلناه احنا قلنا الافرنت، يعني عباره عن موتور نيرفس سيستم ذات سبلاي ان فولنتري ستراكشر. طب لو قال لك فولنتري ستراكشر يبقى الاوتونوميك، لا ده يبقى السوماتيك. تمام. طيب بيتقسم لايه؟ لسمباثيك نيرفس سيستم، فايت اوف فلايت، باراسمباثيك نيرفس سيستم، ريست ودايجست. ماشي، الاماكن بتاعتهم فين؟ السمباثيك ده اللي هو على الشمال فين؟ في السوراكو لامبر. في السوراكو لامبر بيغذي ايه؟ بيغذي كل الاورجنز دي، وهتتشرح بالتفصيل كمان شويه لما اجي اخش على اكشن. والبارا في الكرينيو ساكرال، طالع من الكرينيو ساكرال، طالع من الكرينيال نيرف. ايه ده؟ طالع من الكرينيال نيرفز اللي هي الاعصاب المخيه. يا شباب يا شباب، من الكرينيال نيرفز مش من السيرفيكال، مش من العمود الفقري، من الكرينيال، من المخ، من المخ، من المخ، من الكرينيال، مش من السيرفيكال، مش من الفقرات العنقيه، لا من الكرينيال ومن الساكرال. تمام كده. وبيحفز تقريبا نفس الاورجنز اللي ايه بيحفزها السمباثيك، مع اختلاف ثلاثه اورجنز. مين ثلاثة اورجنز بيوصل لهم سمباثيك بس ما بيوصل لهمش بارا؟ مين هم؟ اول حاجه السويت جلاند بيوصل لها سمباثيك بس، الادرينال مضلة بيوصل لها سمباثيك بس، والبلاد فيزلز بيوصل لها ايه سمباثيك بس. ماشي، الاوتونوميك نيرفس سيستم عباره عن ايه؟ اوتونوميك باث واي كونسيستد اوف تو نيورونز، تو افرنت سيستم بوست بري سوري بري جانجليوليك. البري جانجليوليك بينقل الاوردر من السي ان اس للجانجليا، والبوست جانجلوليك بينقل الاوردر من الجانجليا وديها للتارجت ايه؟ للتارجت تيشو. ماشي، احنا بقى عاملين نقول جانجليا جانجليا جانجليا، ايه الجانجليا بقى دي؟ ايه الجانجليا اللي احنا عاملين نقولها؟ احنا قلنا عباره عن مجموعه ايه؟ نيورونز جوه، مش كده؟ نيورونز كده جوه. تعالى كده نشوف شكل النيورون بتاعتها، كانت ليها صوره اهي. ده شكل النيورون بتاعتها يا شباب. طب بص بص، استنى استنى معلش استنى، هجيبها لك ايه، هحطها لك في بتاع لوحدها عشان ايه اعرف اشتغل بس عليها كده. استنى خليك معايا ثانيه، استنى يا ابني يا بابا استنى، نحطها هنا مثلا اهو، تعالى كده نشرح عليها. بص اهو، بص ده النيرف العادي، ده الموتور العادي، النيرف العادي. ادي هنا عندنا السيل بادي والدنترايتس. الدنترايتس هنا هتعمل ايه؟ ايه وظيفه الدنترايتس يا شباب؟ بتستقبل اكبر قدره من الامبولسز، عشان كده متفرعه، عشان كده يعني برانشد، عشان تزود السيرفيس اريا، عشان تستقبل اكبر كميه من الامبولس عن طريق ريسبتورز. بعد كده الامبولس دي هتخرج هتمشي قصدي سوري هتمشي عن طريق الاكسون اللي هو يعتبر كوندكتنج ريجن، ويوصل بعد كده للاكسون تيرمينال اللي هيتفرز منها الامبلس على شكل نيورو ايه؟ نيورو ترانسميتر. وقلنا عندنا ايه؟ السنسوري مختلف شويه، قلنا السنسوري بيبقى السيل بادي في النص، عشان لو حطيتها في الطرف عند الدنترايتس عند السكن هتبقى بالك ناشفه كده وكبيره، لا 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 هتعمل لي منظر مش لطيف، وبالك كده الجلد هيبقى منفخ، فلا خليها في النص. طيب ده كده احنا الكلام ده قلناه. النيرفز بقى او النيورون، النيورون بمعنى اصح، النيورون اللي موجوده بقى جوه جوه الجانجليا شكلها عامل ازاي؟ ده شكلها. طيب ليه شكلها غريب كده؟ هي الجانجليا دي كانت بتهبب ايه في عيشتها السوداء؟ كانت بتقلل السرعه، ماشي مش عايزينها دلوقتي، بتزود عدد النيرفز، ماشي مش عايزينها برضو دلوقتي. كانت بتعمل حاجه مهمه جدا برضو، قلت لك كانت بتعمل ايه؟ كانت بتتحكم في الفولت، مش كده؟ قلت لك لو الفولت بتاعها قليل، الفولت اللي جاي لي قليل، الفولت بتاع النيرف مثلا قليل، هعمل ايه؟ هزوده، هكبر الفولت شويه. جاي لي فولت 120، الجهاز بتاعي بيديني فولت 120، هحطه في المشترك عشان المشترك ايه يخليه 220، مش كده؟ هو ده الجانجل. طيب هنا بقى خليته النيورون بتاعه بالشكل بالمنظر ده، انا هنا عملت ايه؟ انا هنا شلت الاكسون. هو الاكسون ده كان بيعمل ايه؟ الاكسون ده كان بياخد الامبلس من هنا يوديها لهنا، فانا شلته مش عايزاه. عملت ايه؟ اولا زودت البرانشز بتاعه الدنترايتس، وزودت البرانشز بتاعه مين؟ بتاعه التيرمينال. ليه؟ علشان استقبل اكبر امبلس من هنا واقدر ازود الفولت بتاعي، لان انا لو كنت عامله اكسون الدنترايتس ما كانتش هتبقى برانشد بالمنظر ده، لا 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 انا خليتها برانشز قوي،
خليتها متفرعة اكتر او اكتر عشان اقدر استقبل اكبر واكبر واكبر، اكون فولت اكتر واحوشه، اكون فولت واحوشه في السيل بودي، اكون واجمع واجمع واحوش في السيل بودي، فاكبر الفولت بتاعي واخليه كبير، وبالتالي اقدر ازود الفولت ايه بتاعي. ده منظر النيورون اللي بيكون موجود فين يا شباب؟ في الجانجليا. ماشي، طيب وده شرحناه. طيب الجانجليا دي اماكنها فين؟ بص السلايد دي الدكتور قريتها يا شباب فمش شرحتهاش. اولا الجانجليا دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن كولكشن اوف نيورونز، عرفناها سيل بوديز. اوبا لا استنى، الكلمه دي حلوه قوي قوي قوي. السيل بودي دي يعني ايه سيل بودي؟ بص يا معلم تعالى كده نشوف شكلها عامل ازاي. الجانجليا دي احطها فين اهي، بص كده ركز معايا. اهو ده شكل الجانجل في النص، او يعني لو عملنا زوم عليها ده شكل الجانجل. ده البري جانجليونيك بيغذيها اهو، بيطلع لي نيورو ترانسميتر هيشتغل على ايه؟ على الريسبتور بتاع البوست ايه؟ البوست جانجليونيك فايبر، مش كده؟ واخد بالك؟ واخد بالك الجانجل عباره عن ايه؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ مش ده السيل بودي بتاع البوست جانجليونيك؟ صح؟ فالجانجليا بتاعتي عباره عن السيل بودي of the post ganglionic fibers، واخده السيل بودي بس، علشان كده كان ظاهر لي الدنترايتس بس ما كانش ظاهر لي الاكزون. عرفت ليه ما كانش ظاهر لي الاكزون؟ كان ظاهر لي الدنترايتس بس، وانا رحت عملت تحوير كده او حورت بحيث طلعت لي اكزون عشان ازود الفولت سوري طلعت التيرمينالز عشان ازود الاكزونز اكتر. يا دي النيل عليا، طلعت التيرمينالز عشان ازود الفولت اكتر. انا ليه شلت الاكزون؟ عشان انا هنا الجانجليا بتاعتي عباره عن ايه؟ عبارة عن السيل بودي اوف البوست جانجليونيك، مش البري يا شباب، عبارة عن السيل بودي بتاعت البوست جانجليونيك. فهمت كده الحتة دي؟ وفهمت هي ليه ما فيهاش اكزون؟ الاكزون اتقطع اتشال، انا واخدة السيل بودي بس فيها دنترايتس. طب امال التيرمينال دي طلعت منين؟ ده كان تحوير منها، تمام؟ طيب يبقى هي عبارة عن كولكشن اوف نيورونز سيل بودي او اتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم، ات اكتس از ا ديستريبيوتنج سنتر. بت ايه؟ بتزود العدد بتاع البري جانجلونيك وتكتره وتعمله ديستريبيوشن، بتوزعه كل نيرف يروح في ايه؟ في داهيه. ماشي، طيب الاماكن بتاعتهم ايه بقى؟ عندنا بس اللي احنا هنحفظه يا شباب، يعني مش مطلوب منك تفهم الجزء ده خالص. اللي انت هتحفظه ان اول ثلاثه دول السمباثيك، واخر واحده بتاعت البارب. البارب بسميها ايه؟ تيرمينال جانجلون. تيرمينال جانجلون يعني ايه؟ تيرمينال جانجلون يعني الجانجلون دي في اخر خالص 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 اخر الباره، لدرجه ان هي ساعات بتبقى امبيدد في الاورجن. مش قلت لك ساعات بتبقى ماسكه على الاورجن من بره، وساعات بتبقى موجوده جوه الاورجن نفسه، فبسميها تيرمينال جانجلون. ماشي، طيب الباقي ده الادرينال مضله، زي ما قلت لك الادرينال مضله كان اصلها ايه؟ سمباثيك جانجليا، وقلت لك بيوصل لها سمباثيك بس، ولكن الفرق ان بتتحفز بالاسيتيل كولين والادرينرجيك ريسبتور، صح ولا مش صح؟ وقلت لك كان الريسبتور بتاعها نيكوتينيك، وقلت لك نيكوتينيك ليه؟ لان الريسبتور اللي بيحفزها ده كان اصله كان بري جانجليونيك، مش كده؟ ماشي، طب اول اتنين بقى حاجه اسمها سمباثيك تشين او بارا فيرتيبرال جانجليا، وحاجه اسمها كولاترال جانجليون او بري فيرتيبرال جانجليا. بص كده، ده الفيرتبرال كولوم بتاعك، وادي ده السباينال كود. النقط السوداء دي الجانجليا، النقط السوداء دي كلها دي الجانجليا. الجانجليا دي موجوده فين؟ جنب الفيرتبرال كولوم. طب وجنب دي يعني ايه؟ يعني بارا، فبسميها بارا فيرتبرال. بارا فيرتبرال يعني جنب الفيرتبرال ايه؟ جنب الفيرتبرال كولوم. تاني حاجه شكلها عامل زي الايه؟ شكلها عامل زي السلسله، او شكلها عامل زي السبحه شويه كده، فبسميها ايه؟ فبسميها سمباثيك تشين. تشين يعني سبحه او سلسله كده، سمباثيك تشين او بارا فيرتبرال جانجليا. ماشي، طيب الكولاترال جانجليون. الكولاترال جانجليون يعني هي بتبقى موجوده فين؟ جنب السمباثيك تشين اهي، هنا كده جنب السمباثيك تشين، جنبها جنب اللاتر. بص اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، دي اسمها ايه؟ اسمها سمباثيك تشين، مش كده؟ واسمها بارا فيرتبرا برضو، وليها اسم تاني اسمها لاترال، اسمها لاترال. بما ان دي بقى جنب اللاترال فبسميها كولاترال. كولاترال يعني جنب اللاترال، يعني جنب دي. فهمت كده الحته دي؟ يبقى تاني
الاولانيه اسمها سمباثيك تشين اللي هي السبحه اللي انا وريتها لك، او بسميها بار فيرتبل، ودي بسميها كولاترال. كولاترال يعني ايه؟ يعني جنب السمباثيك تشين، جنبها، او بري فيرتبرال. ايه بري فيرتبرال؟ جانجليا. طيب هنا عندنا الاوريجين اوف سمباثيك عباره عن ايه؟ عباره عن سوراكولامبر، بيطلع من السوراكولامبر، بيطلع منهم كلهم، لا هو بيطلع من كل السوراسك وبيطلع من اول اتنين لامبر، يعني حوالي من 15 ل 14 نيرف، لان في مصادر كاتبه 3، فخلينا نقول هنا 14 نيرف يعني. ماشي. طيب بصوا يا شباب، عشان انا يعني تعبت شويه، فهو الكلام ده هو نفس الكلام بالظبط اللي احنا قلناه، يعني هو نفس الصور، نفس كل حاجه بالظبط اللي احنا قلناه وعرضناه. فانتوا اقروا الصور دي لانها هي ايه، هي بالظبط. تمام. طيب هنمشي على اخر سلايد خالص عشان يبقى الجزء ده كده خالص، اللي هي الريسبتورز اوف ايه، اوف سمباثيك. بص قبل ما اخش، معلش اسفه، قبل ما اخش على الريسبتورز، تعال نجمع كده كل الكلام اللي احنا قلناه. احنا عندنا النيرفز نوعين، افرنت نيرف وايفرنت. الافرنت ده كان بياخد الاوردر يوديها للسي ان اس، بعد كده السي ان اس بتاعي يصنع لي اوردرز جديده ويطلعها لي على شكل ايفرنت نيرف. الايفرنت نيرف ده انا قسمته لايه؟ قسمته لحاجتين، سوماتيك نيرف واوتونوميك نيرف. والاوتونوميك نيرف قسمتهم لحاجتين، سمباثيك نيرف وبار سمباثيك نيرف. السوماتيك نيرف كان ايه اللي بيميزه؟ كان بيطلع لي اوردر واحد، فكان عندي نيرف واحد. اتنين، سريع جدا، فكان عندي one efferent system، يعني النرف خارج من السي ان اس على المصل فورا، لا في جانجليا ولا في مطب ولا في بتنجان، هو من السي ان اس على المصل فورا. ماشي. النيورو ترانسميتر كان اسيتايل كولين، والريسبتور بتاعه كان كولانرجيك، والريسبتور بتاعه انهي نوع كولانرجيك؟ كان نيكوتينيك ولا ماسكارينيك؟ كان نيكوتينيك. NN ولا NM؟ كان NM، M اختصار لمصر. طب كان ليه نيكوتينيك؟ كان نيكوتينيك عشان سريع جدا، سرعته 120 متر في الثانية. طيب الأوتونوميك السمباثاتيك، السمباثاتيك ده سريع جدا زي السوماتيك؟ لا، بطيء شوية، فعبارة عن two different system. أول different system pre ganglionic، وتاني different system post ganglionic. البري ganglionic، أي pre ganglionic، اي بري جانجليوليك نيرف هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي اسيتايل كولين، وهيشتغل على كولانرجيك ريسبتورز. انهي نوع، نيكوتينيك ولا ماسكارينيك؟ نيكوتينيك. نيكوتينيك NN ولا NM؟ NN، لان NN دي يعني اختصار نيكوتينيك نيورون. طيب ليه؟ لان احنا قلنا الوظيفه بتاعتها شبه شويه السوماتيك، الاثنين بياخدوا الاوردرز من السي ان اس ويودوها للتارجت، ايه التارجت تيشو بتاعه، ويودوها لتيشو تاني. تمام. طيب الجانجليا بقى كانت بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ثلاث حاجات، تهدي لي السرعه شويه عشان هي المطب بتاعي، اتنين كانت بتعمل ديستريبيوشن للسمباثيك لان عدد النيرفز عندي ما تكفيش، ثلاثه كانت بتتحكم في الفولت بتاعي. ماشي. الجانجليا دي ادي دلوقتي طلعت لي الايه، النيرفز. النيرف بتاع السمباثيك هيفرز لي ايه؟ مش دايما، not always البوست جانجليونيك بيطلع لي نور ادرينالين وادرينرج، مش دايما، قلنا في اكسبشن، ساعات بيطلع اسيتايل كولين ويشتغل على كولينرجيك، زي ايه؟ زي السويت جلاند. طيب سؤال كده هساله لك برضو، انا اللي مالفاه دلوقتي. السؤال يقول البوست جانجليونيك سمباثيك نيرف اوف ادرينال ميدلا سكريت اسيتايل كولين. تاني، البوست جانجليونيك سمباثيك نيرف اوف ادرينال ميدلا سكريت اسيتايل كولين. هتقول لي صح مش كده؟ لا غلط. ليه؟ لان انا قلت لك البوست جانجليونيك، وانا قلت لك الادرينال ميدلا النيرف اللي بيغذيها ما كانش بوست، كان اصله بري جانجليونيك. لكن لو جيت قلت لك بقى البوست جانجليونيك نيرف اوف سويت جلاند سكريت اسيتايل كولين، دي صح. تمام كده، اكتب الاسئله دي عندك. تمام ماشي. طيب الباره بقى، الباره سمباثيك، اي بري جانجليونيك اسيتايل كولين كولانرجيك نيكوتينيك. طيب كان بيطلع لي ايه؟ انا نسيت ارسم هنا اسيتايل كولين، كان بيطلع لي اسيتايل كولين. ليه؟ علشان الوظيفه بتاعت الباراسمباثيك سكريشنز، واحسن نيورو ترانسميتر عندي يطلع لي سكريشنز اسيتايل كولين، يبقى الريسبتور بتاعه كولانرجيك. انهي نوع، نيكوتينيك ولا ماسكارينيك؟ ماسكارينيك. ليه؟ النيكوتينيك مش هينفع، النيكوتينيك سريع جدا هيحرق لي الاورجنز، خليها ماسكارينيك. الماسكارينيك بطيء بيشتغل بالانزيمز او البروتينات، فسرعته ايه؟ ابطا شويه.
تمام كده كده احنا عملنا تجميع لكل المحاضره تقريبا. تعالى بقى نشوف الريسبتورز نعمل لها تجميع هي الاخرى عشان بس نخلص من ايه من الجزء ده عشان انا حرفيا بشحط. يعني ادي الريسبتورز. الريسبتورز عندنا نوعين، ادرينرجيك ريسبتورز اللي هي بتاعه السمباثيك، وكولانرجيك ريسبتورز. الادرينرجيك ريسبتورز بقسمها لحاجتين، الفا وبيتا. طيب الالفا ليهم اتنين، الفا 1 والفا 2، والبيتا بيتا 1 و2 و3. بيتا 3 ده مش منتشر قوي عشان كده ساعات الدكتور ما بتقولهوش، يعني ساعات تقول لك الفا 1 و2 بيتا 1 و2 وساعات ما بتجيبش 3 لان هو مش مهم قوي يعني. طيب في حاجه عايز اقولها، ليه الادرينرجيك كده؟ يعني ليه الادرينرجيك متقسم لالفا وبيتا، والالفا متقسم لالفا 1 والفا 2 وبيتا 1 والحاجات دي كلها؟ مبدئيا هي دي حاجه جميله جدا جدا، ودي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان انا لو عايز اديك دراج، الدراج ده يشتغل على الفا 1 بس، مش هحتاج احفز الالفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2 والبيتا 3، مش هحتاج احفز كل ده، صح ولا مش صح؟ فده بيقلل لي السايد افكت اللي هتحصل من الدراج بتاعي، فدي حاجه جميله جدا الحمد لله والشكر ربنا يعني. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ليه برضو بقسمها الحاجات دي؟ كل ريسبتور بيكون لي فانكشن خاصه بيه، يعني كل ريسبتور بيعمل لي مثلا كونتراكشن لاورجنز معينه، بيعمل لي دايليتيشن لاورجن معينه وهكذا، والكلام ده هشرحه ان شاء الله الايه المحاضره الجايه او الجزء الثالث يعني ان شاء الله، فمش هدخل تفاصيلها دي، بس عباره عن تجميع للجزء الجاي للمحاضره الجايه، يعني ايه تمهيد يعني. طيب النوع الثاني بقى الكولانرجيك بتاع البارا. الكولانرجيك ده كان حاجتين، نيكوتينيك ومسكارينيك. النيكوتينيك ان ام وان ام. الان ام ده كان فين؟ عند السكيلتال ماسل اللي كان بيحفزه سوماتيك. الان ان كان عند كل الجانجليا تقريبا اللي موجوده عندي، مش كده؟ كان بيتحفز بالاستيركولين برضو. النوع الثاني المسكارينيك. المسكارينيك ده كان موجود فين؟ في البوست جانجليونيك باراسمباثيك. البوست جانجليونيك باراسمباثيك، يعني انا لو جيت سالت لك سؤال دلوقتي قلت لك اكتب السؤال ده عندك برضو، البري جانجليونيك باراسمباثيك سيكريت اسيتيل كولين اند اكتيفيت مسكارينيك ريسبتور. غلط، اكتيفيت نيكوتينيك ريسبتور، بيطلع اسيتيل كولين بس اكتيفيت نيكوتينيك ريسبتور مش مسكارينيك. المسكارينيك بيتقسم لخمس حاجات، 1 و2 و3 و4 و5. ال4 و5 برضو مش مهمين زي البيتا 3، البيتا 3 برضو مش مهم قوي، فبرضو ساعات الدكاتره ايه مش بتقولها، يعني بيقولوا ساعات الام 1 والام 2 والام 3 بس. تمام كده يا شباب، كده احنا الحمد لله خلصنا الجزء الثالث. احنا هنا الثاني قصدي، احنا هنا وقفنا عند السلايد دي، ان شاء الله الجزء الثالث هنكمل من اول ايه ان شاء الله من اول السلايد دي. يا رب يعني، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا المحاضره. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه يا شباب.